بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، برنامجكم اللي يمتد من ساعة ونص، يعني من الساعة 9:30 إلى الساعة 11، يعني ساعة ونص إن شاء الله بكون معكم على الهواء بمواضيع مختلفة وأيضا فقرات إن شاء الله يا رب أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. تحية لفريق العمل وتحية خاصة جدا 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 لمخرجنا عيسى الصبحي اللي دائما يعني مصدر للبهجة والسعادة وما يقصر، من أول ما قبل ما يقول لي الكيو هذا يقول لي كلمتين كذا ترفع المعنويات وتخلينا ابتسم غصب طيب، لازم أكون مبتسم ومشرق على أول الصباح. أتمنى لكم دائما كذا تحصلون رفقة طيبة في أعمالكم مثل الفريق اللي موجود معاي في الاستوديو ولا على رأس مخرجنا. حلو الإنسان لما يكون مو بس زملاء عمل، لا يكونوا أصدقاء، كل يحمس الآخر عشان في النهاية الناتج والثمرة بتكون طيبة. وأتمنى لكم إن شاء الله كذلك صباح سعيد مشرق بمتابعة برنامجنا قهوة الصباح. كالعادة إن شاء الله الكل اللي قاعد يتابعنا الحين نقول فالك فال الخير والسعادة، وكل حلو شيء تنتظره في حياتك يتحقق، يجيك من خلال رسالة، مسج، اتصال، خبر، تخلص الحلقة اللي يقولوا لك يا فلان أو يا فلانة مبروك حصلت على كذا أو حصلت على كذا. في حلقة اليوم في عندنا أكثر من وقفة حوارية، بيكون عندنا حديث حول الجانب بما يخص الطب البديل مع حكيم الأعشاب. المرة بنتكلم عن علاج لأمراض الكلى. كل اللي حبي يتواصل معنا بيكون باب الاتصال مفتوح، للي حبي يشاركنا على 2494-33701. موضوع كثير شيق، موضوع كثير مهم، وخاصة لأبناء دول المجلس التعاون، لأن من أمراض يعني أعراض المرض السكري لا قدر الله ممكن يسبب فشل كلوي إذا كان في إهمال في عملية الرعاية الصحية. والله يشفيكم إن شاء الله من كل هذه الأمراض. أيضا بيكون عندنا حديث مع ضيفتنا العزيزة حول التفكير الإبداعي خاصة بالنسبة للأطفال، وكيف نخليه عندهم دائما الطفل من لحظة يعني نعومة أظفاره يكون عنده كذا إبداع خاص نقدر نكتشفه من أوائل اللحظات اللي يشوفها فيها، يا ننمي يا نخليه ينام، عاد واحدة بالثنتين أنتوا اختاروا يا أباء ويا أمهات. محطتنا الأخيرة إن شاء الله بيكون عندنا حديث عن فعالية كثير رائعة وجميلة بتكون بجامعة السلطان قابوس، بنتعرف على تفاصيلها في حينها مع ضيوفنا. خلينا الحين نبدأ مشوار برنامج قهوة الصباح وصباح الخير.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى أول فقرة في برنامجنا قهوة الصباح. وكالعادة كل يوم أثنين عندنا هذه الفقرة تتجدد من خلال مواضيعها وتنور بضياء ضيفنا العزيز الغالي الأستاذ صهيب بن ثاني الفرعي وهو حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي. صباح الخير حياك الله. صباح النور. نورتنا يا الغالي. الله يخليك. وسعد كثير بوجودك معنا وايضا على سعه صدرك انك كل يوم اثنين محدد لنا وقت من خلال اليوم. احنا اسعد ان شاء الله نتشرف اللقاء هذا ان شاء الله. اشكركم كذلك. تسلم. عموما احنا اليوم مشاهدينا اللي حبي يتواصل معنا ويشاركنا عبر الهاتف على 24943701 من داخل السلطنه الحبيبه ومن خارج السلطنه ما عليك الا وضع فتح الخط اللي هو 00968 وبعدين رقم التليفون اللي هو 24943701. في مره جتني رساله ممكن كررتها قبل مره بس جتني مره ثانيه يقول عبد الله ترى رقمكم كذا يبغى له واحد يحفظه بس ان شاء الله ان شاء الله كذا بعدين يحددون له رقم خاص بالبرنامج يكون كذا سلس ولكن حلو حلوه كذا هذا ينشط الذاكره يخلي المخ يشتغل شوي على اول الصبح. إذا رقمنا 24943701 وفي نفس الوقت اللي قاعد يسمعونا من خلال المذياع على موجة الاف ام 106.5 نتمنى كذلك نسمع تواصلكم ومشاركاتكم. إن كنت في السيارة ما عليك أمر بس وضع حزام الأمان وهدي وإن شاء الله توصل بالسلامة. إن كنت في مكتبك أو في مجال عملك أو كنت ربتي في بيت في البيت يعني قاعد تسمعونا تأكدوا إحنا سعداء دائما نتواصل معاكم. تحية خاصة لكل المستمعين زي ما هي تحية خاصة أيضا لكل المشاهدين كان من داخل وخارج السلطنة. صباح الخير مرة ثانية. صباح النور سرور. وإحنا سعداء كثير بوجودك معانا وموضوعنا اليوم عن الأمراض المختصة بالكلى. بنتكلم عن الأعشاب وفي نفس الوقت إذا كان في وقاية على الأقل إني ما أوصل إلى مرحلة ممكن أحتاج إلى مرحلة لا قدر الله إلى غسيل الكلى أو إلى علاج الكلى. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلى والكلى يعني من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان. فإذا الشخص أهمل الموضوع المرض أو بدأ اكتشف أنه عنده يوجد التهابات أو ضعف في وظائف الكلى يعني على طول يسارع ويبحث عن العلاج يعني بأي طرق موجودة. إذا تأثرت الكلى في جسم الإنسان يعني تسبب له خطورة وتسبب له مشاكل كبيرة وعواقبها كبيرة وعلاجها جدا صعب في المستقبل. نعم. يعني نعم. اي كما انت عارف فالشخص المريض بالسكر طبعا من الناس من اكثر الناس المعرضين للمشاكل الفشل الكلوي او ضعف وظائف الكلى وهذا الاشياء. ثاني شيء طبعا احنا ننصح دائما يعني بشرب الماء اول الصباح خاصه يعني مقدار اقل حاجه نص لتر ماء. نعم. يعني عشان تنظيف الكلى وادرار البول. نعم. وكذلك الكبد يفرز انزيمات سامه يخلص الجسم من السموم كامل يعني. نعم. فشرب خاصه الحين احنا داخلين على فصل الشتاء وكل قليل ناس يفكر والله يقول لك انا اليوم والله يا اخي حتى انا ما شربت ماي. إيه. الجو بارد ما يحتاج يعني. صحيح. لا ما معناته ما يحتاج يعني. نعم. لا بالعكس انت حتى لو ما تحس بالعطش ما معنى انك لازم تشرب ما يكون عطشان. انا يعني اشرب ماي حتى وانا ما عطشان. صحيح. مثل ما نفس الشيء تاكل الغداء تاكل نفس الشيء الشراب بنفس الطريقه يعني. نعم. زين في عشان بس تكون الموضوع مش محصور بس لامراض السكري فممكن يصابون بمثل امراض التهاب الكلى ولكن ايضا في اللي عندهم مثلا ترسبات تصير كلسيه في الكليتين او مثلا تكون حصى وتلقاه يراجع الدكتور بين فتره وفتره بعد فتره من الزمان ممكن بعد سنه يرجع مره ثانيه هذه الترسبات. بعضهم يكون من الاطعمه بعضهم يكون وراثه بعضهم حتى من الماء اللي يشربه. صح. يتكون عنده هذه الترسبات. فحوارنا هل بيكون هو نفس المرات الماضيه هو وقائي يعني مهدي للاوجاع ولا هو معالج لمثل هذه الترسبات؟ طبعا هي على حسب الحاله. طبعا الحاله اذا الشخص وصل لمرحله الفشل خلاص وبدا يعمل الغسيل اكثر مره. نعم. في الاسبوع او حاجه نسال الله الشفاء قبل كل شيء. نعم ان شاء الله. يعني احنا يوجد اعشاب تساعده تساعد. اما الشخص اذا كان يعاني من حصى بسيط او يعني تكلسات في الكليه او التهابات او حاجه هذا طبعا في علاجات ناجحه تقريبا نقدر نقول 100% ان شاء الله. نعم. اذا حسب الموروث الشعبي يمكن اذكر ان كانت تعطى بعض الاعشاب او بعض السوائل لإدرار البول لأن وأنتم بكرامة كذلك مشاهدين ووجودك كذلك لأن كثرة خروج هذا السوائل ممكن تساعد. صحيح. وفي بعضهم يتأذون من هذا الموضوع ممكن حتى يصير التهاب في المثانة في يعني. نعم. في جوانب كذا ودي شوي نشرح نوعية الأعشاب اللي موجودة عندنا وكيف بيكون. نعم. هل هي يعني توصل على طول المصدر الكلى على طول ولا هذه مساعدة كاملة للجسد ومن ضمنها يكون لا نصيب الكلى؟ طبعا في بعض الاعشاب تكون هي علاج حتى للدوره الدمويه وادرار البول وتنشيط وظائف الكليه وبعض الاعشاب خاصه يعني للكلى. نعم.
لإدرار بول. وطبعا معظم الأعشاب اللي هي تساعد عشان أمراض الكلى يعني لابد تكون لها مضرة للبول. نعم. إيه وخاصة الأشخاص اللي يعني مشاكل الضغط والسكر وعندهم مشاكل في الكلى. نعم. فلازم نعطيها حاجة تضر البول عشان تخفض السكر وتخفض نسبة الضغط. ممتاز. إيه والالتهابات من الكلى. ممتاز. أنا أول ما جاء ضيفنا العزيز أستاذ صهيب قال لي على طول شوف أتمنى إذا قدرتوا تقربونها شوية يا شباب. هذا الصمغ العربي بس عشان شوية أحاول أن أتبان كيف أطلعها. أيوة هذا ماخذ شكل سبحان الله يعني هل هو دائما كذا ولا بس هذا اللي صار من هذا سبحان الله انا قاس يعني اجمع في الاكياس وكذا في بين الاعشاب فشدني يعني في الصمغ على قاس انقي انظف الصمغ العربي انظفه بنفسي وكذا فشدني للمنظر يعني فشدني يعني شوف كيف سبحان الله جلس اتفكر نفس شكل الكلى فقلت اكيد انه في علاقه قويه يعني بين فعاد صار البحث هذا طبعا قبل سنوات هذه نعم. يعني الموجوده او صرت محتفظ فيها او علامه تجاريه صار اذا خلينا شيخنا بس ودي شويه نتكلم يعني بندخل في عالم الاعشاب الحين بالنسبه للصمغ العربي كيف ممكن يؤخذ وكيف ممكن استفيد منه؟ نعم طبعا الصمغ العربي من الاشياء المفيده والاشياء العجيبه والاشياء جدا ناجحه عشان امراض الكلى عشان تنشيط وظائف الكلى وعشان ادرار البول وعشان الالتهابات وحتى للحصى وكذلك هو يحمل المعده من امراض كثيره يعني وهو في نفس الوقت يعني هو يعني كل الياف حتى اقوى من اقوى من الفراوله اقوى من التفاح الاخضر او الاشياء الثانيه يعني بالنسبه للالياف للمعده اذا مستصاغ للاخذ يعني ولا مزعج في ممكن بعضهم الناس تتعافى لما نقولهم صمغ عربي بس كاسم يعني بدون استخدام حتى هو سبحان الله بلا طعم ولا رائحه سبحان الله اي نعم بلا طعم ولا رائحه يطحن طبعا طحن اي يطحن وياخذ ملعقه صغيره مع كاس ماء يخلط مع بعض ويشرب كل يوم معدل اقل حاجه مرتين في اليوم اي نعم بس عشان بعد تكون الصوره واضحه لان في بعض الصمغ العربي يكون في نسبه من الشوائب في نسبه من الاتربه اكيد لازم يكون نقي ونظيف نفس اللي موجود ويكون حتى الشخص يعني حتى دائما يعني قبل ان يشتري الصمغ العربي حتى ما يشتري مطحون اي نعم يشتري بروحه كذا قطع يقطع ويطحنه بنفسه او انه يروح لجهه معينه ويطحنه عفوا على المقاطعه لانه جد صراحة سبحان الله صار في كل حاجه في ضعف في النفوس واللي يحطون لك اياه ويجيب لك اياه بعدين هي في مضره يعني نصيحه يعني مش دعايه لهم ولكن نصيحه مثلهم او شرواهم بما يخص انهم متخصصين في مجال الاعشاب وخذوه بشكل قطع ويكون نقي وتشوفه كذا انه نقي وفي نفس الوقت تطحنه عشان تقدر تحصل على النتيجه الجيده. هذا هو عدد هو الصمغ العربي. طبعا هذاك النموذج بس عشان لان الشكل يعني. زين والكميه تقريبا يعني هو يفضل الشخص ياخذ اقل حاجه يمكن اقدر 100 جرام او 200 جرام تطحن من تطحن ياخذ ملعقه صغيره الصباح مع كاس ماء صباح والمساء اي نعم يواظب عليه يستمر عليه اقل حاجه لمده الشهر كامل انزين الفائده المرجوه بعد يعني اذا الشخص يعاني من مجرد التهابات او مثلا الام بسيطه يعني او تجمع بعض الاشياء شواف الكلى يعني بعد اسبوع يحصل نتائج لكن الشخص اللي عنده مشاكل ضعف في وظائف الكليه كفشل كلوي مبدئي او حاجه يمكن بعد 20 يوم بعد شهر تبدا تتحسن ممتاز هذا بالنسبه للالتهابات او الام نقدر نقول بسيطه وحتى يساعد بعض الامراض البسيطه المتعلقه بالفشل الكلوي ممتاز زين بالنسبه للاصحاء هل تنصح فيهم يعني مثلا انسان الحمد لله ربي يعني ما بس احتياطا هل ممكن انها شغلات تستخدم بالعكس هذا يعتبر يعني كغذاء انا انصح فيه كغذاء يومي في البيت يعني حتى في بعض الدول خاصه دول السودان او دول ثانيه يستخدم في الحلويات يستخدم في بعض مطيبات للطعام يعني. فننصح فيه استخدامه بشكل يومي خاصه للاطفال بحكم انهم عدم شربهم للماء بكثره يعني وحتى للكبار كذلك وزي ما ذكرت انت ما في لا طعم ولا رائحه ممتاز يعني ما حد يخاف انه ينزعج او يتوقع الطعم يكون كريم زي الاعشاب الثانيه هذه عشبه اسمها الشمر الشمر اي نعم هم مو زي اليانسون وهذا هي هل بعضهم حتى يسموها الحبه الحلوه اي نعم صحيح حتى موجوده في بعض الاماكن كذا في عندنا وتنحط في الطبخ يعني في الطبخ نعم كذا لكن هي لا بالعكس هذه هي اصلا الشمر اي نعم الحبه الحلوه اللي هي اليانسون اي نعم في ناس كثير تختلف يصير عنده خلط زين وفي الكمون بعد نفس الشكل تقريبا الكمون نفس الشكل هو من فصيله اليانسون والكمون اي نعم اللي هو السنوت والشمر طبعا زين كيف اعرف ان هذا الشمر فرصه باللون وبالحجم حجم اكبر شوي نعم اي نعم اي بهالطريقه فهذه طبعا من الاشياء المفيده عشان ادرار البول كذلك ممتاز عشان ما يكون في خلط هناك في يانسون في كمون نفس تقريبا الكمون شوي
طعمه مختلف. اليانسون هو اللي شوي مطيب أو يطلق عليه حبة حلوة. وفي بعد الكراوية. والكراوية بعد كلهم نفس الشكل، ولكن هذا هو الشمر. الشمر هو اللي يستخدم ومعالج نقدر نقول جيد بالنسبة لإدرار البول وأنتم بكرامة، وفي نفس الوقت يساعد على تنقيه الكلى. ممتاز. وبالنسبه بين وين الافضل هنا؟ الصمغ العربي. الصمغ العربي من الدرجه الاولى للحين هو المركز الاول. المركز الثاني الشمال زيد. في المركز نقول من الدرجه الثالثه ان شاء الله اللي هو البذر الخله. بذر الخله. هي بذر الخله. شوف انا اكثر شيء ما يعجبني في ضيفنا العزيز الاسامي اللي يعطيني اياها. شوف ما انسى انا سورنجان وخليلة ذات الفرق. خليلة ذات الفرق نعم. زين هذا فهاي بذر الخله نفس كذلك نفس الشيء هي ولا الشمر في نفس المرتبه. نعم. يعني عشان ادرار البول وتنشيط وظائف الكلى، والبذر الخله يعالج كذلك حصى الكلى. نعم. حصل هي يعالج حصى الكلى والاملاح والترسبات. ممتاز. زين ويطحن ويأخذ نفس الطريقة؟ نفس الشيء، يأخذ مثلا الشمر مع بذر الخلة 100 جرام مع 100 جرام. نعم. يطحن مع بعض ويغلى مع الماء ويشرب مثل الشاي. ممتاز. ويفضل يكون على معدة فاضية أو على الريق يعني. ممتاز. بس إضافة هو مساعد لحصى الكلى ويدرى البول. يعني يفتت حصى الكلى؟ يفتت الحصى. طبعا مستحيل واحد ياكل الحصوة. أي نعم. لكن الحصوة ناتجة عن بعض مثل ما تفضل تجمع الترسبات من بعض المشروبات أو حتى من بعض المأكولات. فهي تتكون الحصوة، فهذه الأشياء مضرة للبول. فتنزل حلو على طول ان شاء الله. ممتاز. احنا حتى اذا كانت في الكلى او في الحالب او في المثانه. ممتاز. او في المساك البوليه. هذا بخليها على صوب انا شوي برجع لها مره ثانيه بس باخذ بعض مجموعه من الاتصالات. نقول مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. صباح الورد. يا مرحبا. هلا والله. مين معاي؟ مبارك. بخير الله يسلمك. عبد السلام المعشي. عبد السلام تفضل. الله يسلمك. سؤالي للاخ صهيب الله يعطيه العافيه. النوع الرئيسي المستخدم للعشاء. يعني في علاج امراض الكلى، النوع الرئيسي يعني النوع المهم. المهم النوع اللي يوصل فيه المرضى. هو الصمغ العربي. نعم. انا قلت على المركز الاول هذا. في شيء ثاني عبد السلام؟ سلامتك. بس في طلب اخير استاذ عبد الله اذا تكرمت. نعم تفضل. الله يسلمك. يعني اريدك تبلغ سلامي للدكتور المحترم، الانسان الذي يكذب المشاهد باسلوبه السلس. يعني اريدك تبلغ لي وتوصل له سلامي اذا تكرمت. من عاد بس بعد اذنك؟ يعني في الفقرة الأخيرة يكون معك. دكتور سامي. الدكتور سامي هذا كل يوم احد. اي نعم ان شاء الله ان شاء الله يا عبد السلام. حاضرين حاضرين. واصل صح. احسنت الله يعطيك العافية. يا مرحبا. هلا والله. هلا هلا. ايضا اتصال نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا اخي كيف الحال؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. عساك بخير. يا مرحبا. هلا والله. حقيقة الموضوع شيق وجميل. تسلم الغالي. من معاي؟ محمد وخيت الهناي. تفضل يا محمد. الله يخليك. بس بغيت استفسر من الضيف اذا في اعشاب جدا وعلاج لمرض الاكزيما. عندي ولد عمره 6 سنوات. سلامته ان شاء الله. فيعاني من مرض الاكزيما، يعني اكزيما حادة جدا. كم عمره؟ فاذا شيء ذكرني بعمره بس. اعشاب يوصف لنا ولا ست حاجة معينة. ان شاء الله. أيوة ان شاء الله يا محمد ان شاء الله. تمام. حياك الله. يا هلا مرحبا. يا مرحبا. انا اذكر كان في حلقه تكلمنا عن الاكزيما والامراض الجلديه. زين. عندنا حلقه لان كان في بس مدخل. اي زين. حلقه خاصه ان شاء الله الاكزيما والصدفيه. اي نعم ممتاز. ايش ممكن الرد على محمد؟ محمد طبعا هو على حسب نوع الاكزيما. الاكزيما بس قال حاده جدا. اذا اكزيما حاده كثير الحين اللي يحاول يعطي الطفل يشربه زهر الرمان. زهر الرمان. اي زهر الرمان يغلى مع الماء ويشرب مثل الشاي صباحا مساء. وممكن ياخذ حتى من الصيدليه زيت الجلسرين. إيه كعملية ترطيب. إيه نعم. إيه للأكزيما لحد ما نتعرف عليها ونشوف الحالة إيش نوع من الأكزيما وتكون في علاقة ثانية. أول شيء بالنسبة كعلاج أولي كذا زي ما تفضل أستاذ صهيب أن تأخذون زهر الرمان يغلى ويشرب صبح ومساء وأخذ جلسرين من أقرب صيدلية عشان يدهن في الموقع. لحظة زيارتكم إذا ربك أتاح لكم إن شاء الله وكذا قدرتوا تزورهم عشان يقدرون يعرفون نوعية الأكزيما بالضبط إيش نوعية الحالة لأنها فيها أنواع وأشكال مختلفة. وإن شاء الله نوعد مشاهدينا بتكون عندنا يعني حلقة قادمة مو هذا اللي بعدها يمكن أو اللي بعدها تخص الأمراض الجلدية بالدرجة الأولى الصدفية والأكزيما. إذا في اتصالات معنا على 24943 371 24943 701 هذا من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة على 0096824943 701. أرجع بس معاك على ما كذا تجهز الاتصالات. عبد السلام تأكيدا مرة ثانية على سؤاله لأنه دائما يمكن الناس كلها بيقول أفضل نوع خلاص نرجعنا هو الصمغ العربي هو بالمرتبة الأولى في العلاج. يطحن
ويكون ناعم خذوه بشكل قطع كذا عشان ما يكون هناك في ويكون نقي ولماع كذا وشبه شفاف تقريبا. يطحن ويوضع مع الماء او الحليب ملعقه وفتره الصباحيه والفتره المسائيه وان شاء الله ما لكم الا العافيه. يقول الوقايه خير من العلاج. ممتاز. ايضا بالنسبه الغير يعني مصابين ممكن ياخذونه بعد الله يعطيهم الصحه والعافيه. لو كل يوم مره لو في الاسبوع اقل حاجه 4 مرات لخمس مرات. نعم. يعني بيحصل نتائج ما فقط حتى للكلى، حتى في المعده، في انتظام السكر، في الالام، في الدوره الدمويه. هذا يعني عشبه عجيبه يعني. ممتاز. احنا تعرف انا احس ان الواحد زي ما ينصحونا دائما يكون عندك صيدليه في البيت، عندك صيدليه اعشاب كذا موجوده اخذهم كذا مع الطعام مع الاكل وان شاء الله ما لكم الا العافيه. النوع الثاني هذا طبعا العرق السوس. اي نعم، هو مشروب مصري طبعا معروف. حتى العرق السوس ومشهور عند الاخوان المصريين بكثره يعني. اي فطبعا نفس الشيء كذلك عرق السوس يعني يعالج اشياء كثيره. يعالج مشاكل ادرار البول، يعالج مشاكل الكلى، وكذلك يعالج مشاكل الصدريه. نعم. الذبحه الصدريه او الكحه او بعض الالتهابات في الرئه. ممتاز. فمن الاشياء المفيده كثيره كذلك نفس الشيء طبعا حتى العرق السوس مع البذر الخله مع الشمر حتى مع الصمغ العربي. نعم. تعمل كخلطه 100 جرام 100 جرام 100 جرام من كل نوع وبعدين تغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي، جميله ولذيذه. اي نعم. يعني ممكن تخلط كل هذين مع بعض. بس اذا قصنا بالدرجه الاولى ممكن تاخذ كوقايه. اي نعم. الصمغ العربي روحه يكفي. اي ممتاز. لكن الشخص اذا كان يعاني من مشاكل اما اللي عنده مزاج والله كذا ويطيب نفسه بشاهي ممكن اخذ الاربعه يعني مع بعض. انا يمكن حطيت شو اسمه بذر الخله. بذر الخله حطيت على صوب لان اكثر نسبه اللي دائما بين فتره وفتره نسمعها هو تكون حصل كذا. حصل كذا. وممكن بعضهم يتاذون لما تنتقل من الكلى الى الحالب. صحيح. وهنا عاد الاذى الكبير شديد. اي نعم. كيف ممكن في بعضهم ما شاء الله بشكل دوري يعني يتم تفتيته ويرجع مره ثانيه، يتم تفتيته ويرجع مره ثانيه، وبعضهم اللي يعني يمكن هذا معلومه بقول معلومه بعد الاتصال، نقول مرحبا السلام عليكم. عشان ما يزعلون علينا يقولون ان اضطرناهم كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، مين معاي؟ علي القنيبي. حياك الله يا علي، تفضل. بخصوص انا كنت عندي مرض، عندي حصوه. بس حبيت اسال يعني بخصوص في اعشاب يعني المرض الحصوه مثلا. حاضر. وين بالضبط موقع لو بغيت مثلا اروح اقابل الدكتور ذي ان شاء الله؟ يعني وين موقعهم بالضبط؟ ما عليك مأمر شباب، بس حطون ايوه هذا هم خلاص نزلوا مره ثانيه، ما عليك مأمر. حاضرين ان شاء الله يا علي. بس الحصى في الكلى عندك؟ لا، حصى يقولون في المثانه. يعني المثانه. المثانه. نعم. حاضرين، شكرا يا حاضر. تسلم على قصتك. مو هذا اللي كنت انا بقوله، لان في بعض مثلا اللي يعملون تفتيت للحصى لازم في انواع وجبات معينه يمتنعون عنها. هذا البقوليات بصوره عامه تقريبا، اللحوم الحمراء يمتنعون عنها، حتى بعض المشروبات المفروض انها يعني مثلا المشروبات الغازيه هذه خلاص انتهى يعني. مو تقول والله باكل لي خاطر اكل لي القيمه، لا ما ينفع خلاص نمتنع تمتنع يعني. وهذه نوعيه من الاعشاب اللي تساعد على التفتيت ولا اذابه ولا هي تذوب الحصوه وفي نفس الوقت تفتت يعني. هي وتدر البول فتنزل الحصوه اذا كانت في الكلى او في المثانه او في الحالب. ممتاز. او في حتى في المسالك البوليه، فممتاز كثير. لكن بذر الخلة تخلط مع شواش الذرة. مع شواش الذرة مع الحلفر. شواش الذرة ذكرنا قبل شوية. نعم. هو الشعر اللي يكون في أوائل الذرة. نعم. والحلفبر. والحلفبر هذا ايش؟ هذه نفس الشجرة مصرية. نعم. كذلك نفس الشيء إذا خلط هذه ثلاث أشياء. نعم. حتى ما في داعي يزورنا. نعم. ما شاء الله. إذا الحلفبر. نعم. وشواش الذرة، والله العظيم أنا بسوي فيلم بعد شوي. وبذرة الخلة. وفي حاجة بعد اللي هي رأس الفجل. رأس الفجل. رأس الفجل الأبيض. الأبيض. نعم. هذا يعمل عصير. هذا كذلك نفس الشيء من الأشياء العجيبة والمفيدة. نعم. عشان إذابة الحصوة. ممتاز. زين بس عشان تكون صورة واضحة بالنسبة لعلي، بالنسبة للإخوان موقعهم بالتحديد في ولاية السيف، اسم المحل مركز الدواء الشافي، بجانب مطعم مشهور. نعم. حلو هذا مطعم مشهور. زين والله انشهر ترى. على الطريق البحري على يدك اليسار اذا كنت متجه جهه الغرب، واذا كانت جهه الشرق يعني تاخذ بيكون على يدك اليمين. انا يمكن النقاط اللي نبغى نقولها حق الناس انه في بعض المواد الغذائيه اللي ممكن تكون مسببه في تكوين الحصى. وفي بعضهم بعد ما يعمل التفتيت يتفاجئ انه رجعت له مره ثانيه الحصوات، وممكن تنتقل من موقع الى موقع اخر. يعني هل بالفعل هذه الاعشاب ان
ربي يعني هو بيد رب العالمين، ولكن هل بالفعل انها ممكن تكون مساعده وخلاص تمحي عنها هذا الادب بشكل دائم، ولا ممكن بعدين ترجع مره ثانيه؟ طبعا الشخص اللي يعاني من مشاكل الحصى وعمل عمليه تفتيت زين او انا نزلت الحصى عنه، فعاد يكون هناك انسان محافظ. اي نعم. طبعا شرب الماء اول الصباح مثل ما تفضل، طبعا بعض الماكولات المشروبات الغازيه، اكل الطماطم، البقوليات، بعض البقوليات هذه كلها متعبه عشانه، فيحاول بقدر المستطاع انه لا يحاول يعني يجمع الغازات في المعده بحيث انها تعمل ضغط على الكلى. نعم. إيه كذلك نفس الشيء بعدين طبعا يستخدم الاعشاب هذه كوقايه. إيه يعني خوف عن ترجع له مره ثانيه في المستقبل. نعم. لو في الاسبوع مره. يعني اذا كان رجل مشغول او بعيد عن خارج البيت. نعم. او بظروف عمل او حاجه يواظب عليها باستمرار، فبامر الله ان شاء الله ما ترجع على الكلى مره ثانيه. ان شاء الله، بس ترجع لي تقول لي مره ثانيه بذر الخله مع الحلف بر. الحلف بر. نعم، مع شواش الذره. شواش الذره انا بنساهم. اذا الحلف بر مع شواش الذره وبذر الخله، يعني علاج ان شاء الله يكون فيه الشفاء والعافيه زي ما تفضل، حتى يمكن علي ما يرجع لهم ولا يروح لهم. جاتنا مجموعه من الاتصالات، نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، مين معاي؟ صباح الخير سعد. صباح الورد، يا هلا والله. معك مطر القهضمي. تفضل يا مطر، هلا والله. نحييك اول شيء على برنامجك المتواصل دائما باستمرار، برامج جميله جدا وهكذا. تشريف الله يخليك. بس بغيت اسال الاخ شخيب. انا في عام 2002 عمليه استئصال كلى. من عام 2002 والحمد لله اموري طيبه وانا بخير، بس الحين انا احس بالام دائما مستمره في الكلى اليسار، بس لما عملت فحوصات تطلع النتيجه ممتازه، يعني ما في مشكله، بس انا احس بالام مستمره، فهل ينصحني بشراب معين او دواء معين؟ ممتاز. ما في التهابات مطر؟ ما في استئصال ورم كان يعني؟ سؤال صهيب، هل سبب الاستئصال كان ورم مثلا او شيء من القبيل؟ بالفعل بالفعل، هو كان يقول ان الكلام الدكاتره على اساس ان هذا الكلى كانت معي اساسا من الخلقه، كانت مجرد يعني نمو ولكن ما فيها حياه داخلي وكذا. تمام. في سؤال بس من بعد ما عجلت العمليه صارت فتره نقاه وكذا، بعدين صرت الحمد لله اموري طيبه، بس انا اعاني من فتره لفتره يعني الام في الكلى اليسار، بس لما عمل فحوصات والاشعه يصير ان كل شيء تمام. زين، المعاناه هذه كانت مرتبطه بوقت معين، بوجبات معينه تحس مثلا؟ بالعكس، مع اني انا منتظم يعني منقطع، بتقول يعني نسبه 90% من المشروبات الغازيه ومستمر على نظام معين في الغذاء وبالنسبه للسوائل وكذا. نعم. فما اعرف يعني اذا كان هو ينصحني بشراب معين وكذا. حاضرين ان شاء الله. او دواء معين، حتى انا اجي لان دائما امر عند العياده لكن للاسف احصل اوقات انها مقفوله. اي نعم. المحل في السيب، انا امر متى اوقاتكم؟ الساعه كم؟ من الساعه الصباح لحد الساعه 1 ومن 5 لحد 9. بس عشان تكون من 9 صباحا لحد الساعه 1 ومن الساعه 5 الى 9. 9 بالليل. ما عدا الجمعة. ما عدا الجمعة. ان شاء الله بنزور، بعرف المحل ماله، لكن دائما احنا مرة بنحصل موجود. خلاص يعني. بس بخليهم ان شاء الله من اليوم الجاي يحطون لوحة مفتوح. مغلق ان شاء الله. حاضر يا وطن. اشكرك اخوي عبد الله. حياك الحبيب، حياك وسلامتك ان شاء الله. بشوف شر. تسلم الغالي، تسلم. بشوف شر ان شاء الله وسلامات. جزاك الله خير، احسنت احسنت. تسلم الغالي، مشكور يا مطر. ايضا اتصال جديد، هم من محبيكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله، مين معاي؟ الو، معاك اخوي، تفضل. حياك الله. كيف حالك عبد الله؟ خير الله يسلمك ويعافيك. تمام الحمد لله. يا مرحبا. من خلفان من سويلم المعشري. والنعم والله، حياك الله، تفضل. كيف حالك؟ كيف حال الدكتور؟ الحمد لله الحكيم، جزاك الله. ان شاء الله ان شاء الله يصير الدكتور، هو حكيم اعشاب حاليا. الله خير. صباح الخير. صباح الورد، تفضل يا خميس. عبد الله يا اخي، انا عندي بنت عندها تكيسات في الكلى. ايوه، والحين يعني باستمرار راجع مع المستشفى السلطاني. وشو ينصحنا عشان الادويه ولا شيء؟ كم عمرها؟ ما عليك امر، بس خميس. 13 سنه. 13 سنه. سلامات ان شاء الله. في احد من العائله عنده مثلا كان في السابق؟ وعنده اخت بعد عندها تضخم شويه في الكلى. تضخم في الكلى. كم عمرها؟ تضخم. الاخت هذه 12 سنه، 11 سنوات. 10 سنوات. في أيوة. بس سؤالي، ما ادري اذا سمعتني ولا لا، احد في العائله مصاب؟ لا لا، ما في احد. ما في احد، الحمد لله. أيوة. سلامات ان شاء الله. سلامات ان شاء الله. شكرا شكرا. في اتصالات شباب، بس اذا كانت موجوده اعطوني اياها. نقول مرحبا، السلام عليكم. يا هلا والله. عليكم السلام. مين معي؟ ألو. يا مرحبا، مين معي؟ خليفه الوهيبي. تفضل يا خليفه. بغيت استفسر من الدكتور، يعني انا كانت عندي في الحصى في المراره زين. نعم.
وسويت عملية وهذا، وحين الحمد لله أحسن. بغيت أستفسر أن الشيء اللي هات تأثير في المستقبل أو شيء؟ إن شاء الله سلامات يا حبيب. يعني شليت المرارة كاملة يعني. فاهم، استئصال المرارة مرة واحدة. أيوة، بغيت أسأل الدكتور أن الشيء اللي هات تأثير يعني في المستقبل أو لا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا خليفة إن شاء الله. تنويه، ضيفنا حكيم أعشاب، وحنا أتمنى له إن شاء الله يحصل على الدكتوراه، ليش لا يعني، يستاهل. إذا معنا اتصال بعد اتصالين إذا كان ممكن. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل يا أختي. وعليكم السلام، كيف كفيت؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. معك أم شمس. تفضل يا أم شمس. أنا زوجي اشتكى فجأة كذا من آلام في الكلى، وعندي الفحوصات صارت عند حصوات الكلى بتتجه، ونفس الشيء حصوات المرارة. فما أدري إذا كان في علاج يعني تفتيت هذه الكلى والحصوات ونزولها بسهولة بدون عمليات يعني. بدون عملية. أيوه، لأن كان الدكتور وصف لنا لازم يكون له عملية لإزالة المرارة كامل وعملية لتفتيت الكلى. العملية قالوا لكم بيسووا لها بالمنظار. أيوه بالمنظار، وفي عملية ترى من خارج الجسد حتى ما توصل، يفتتونها بعدين يعطون أدوية للمريض عشان تروح. هذا بالنسبة للكلى، أما للمرارة استئصالها عن طريق المنظار. إن شاء الله إن شاء الله يا أم شمس، حاضرين إن شاء الله. في اتصال جديد بعد، نقول مرحبا. في شيء يا أم شمس؟ نقول مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك ويعافيك. كيف الصحة؟ الحمد لله. لو سمحت، الوالدة كان عندها الحصى فسوت عملية تقريبا من 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا. فرجع لها نفس الآلام يعني ويمكن أكثر. فلما تروح المستشفى يقولوا لها ترسبات أو أن هذا موجودة لحمة زيادة في الكلى، فبتعرف الحل يعني لهالمشكلة. الاسم الكريم عليك يا أمر بس. أم محمد سليمة. أم محمد، الوالدة تعاني من سكري أو ضغط؟ لا لا لا، ما فيها لا سكري ولا ضغط. الحمد لله، ما تشوف شر إن شاء الله. زين، تشرب مشروبات غازية؟ في حد وصف لنا البربكان تشرب، أن هذا شوي يمكن إذا كان في ترسبات كان بينزل يعني وكذا. اي مشروبات الشعير هذا عشان ادرار. ايوه ايوه. انزين، لا أيوة. لا انا قصدي هي تشرب مشروبات غازيه؟ لا لا ابدا ما تشرب. تاكل لحم كثير؟ لا ما تاكل لحم، ما تاكل شيء يعني محافظه على صحتها الحمد لله. بقوليات شلون معاها؟ ما تاكل لان هي اوريدي فيها نقص خميره يعني ما تاكل هالاشياء. يلا سلامات. أيوة. ان شاء الله سلامات. الله يسلمك، مشكور يا محمد، تسلم. بناخذ اتصال وبعدين اعذروني لان لازم اجاوب على كل هذه الاسئله، ويعذرني بعد ضيفنا اني منطره من اول. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الله. هلا يا سيف، صبحك الله بالانوار. يا مرحبا بسيفك، كيف الحال؟ حياك الله يا سيف العوفي، منور. حياك الحبيب، حياك الله. سؤالك يا سيف. يا مرحبا وسهلا. يا هل الاعشاب معالجه للفشل الكلوي او يمكن كل تلافي الفشل الكلوي؟ حلوه، تلافي يعني من باب كما تقول الاحتياط. السؤال الثاني، بعض الناس تعاني كما تقول من الحصى المزمن يعني في الكلى، سواء كان الرمل ما يسميه بالرمل او مثل الحصى هذا يعني مرات يستخدمون للتفتيت بالليزر. نعم، فهل هذه الاعشاب تكون مجدية لتفتيت الحصى؟ حاضرين. وكذلك الالتهابات المزمنة سواء كان من أثار السكري أو مثل من الالتهابات المسالك البولية. جزاك الله خير، أحسنت يا سيف. يعطيك العافية أستاذ عبد الله، ما قصرت، مشكور كثير مشكور كثير. احنا عليه جاوبنا عليه، وبالنسبة للمحل ذكرنا لك أنه موجود في السيب. خليفة، والحصى في المرارة؟ نعم طبعا، الحصى المرارة عن طريق الأعشاب لا يوجد علاج يعني، حتى لو هو استأصل، هو خلاص استأصلها. استأصل. ولكن هو قصده تحسبا للمستقبل، هل ممكن؟ نعم. ممكن طبعا، هو الحكم انه استأصل المرارة في المستقبل شيء، طبعا ربنا ما خلق المرارة من عبث. نعم. يعني في جسم الإنسان، لكن نعم. حكم انه الحين استأصل المرارة بسبب يعني عطل فيها. فالحين يحافظ على صحته، يتجنب البهارات، يتجنب الأشياء الدسمة. نعم. والحمضيات. ممتاز، ابتعد عن الحمضيات والبهارات، وإن شاء الله ما لك إلا العافية. ويكثر من شرب الماء أول الصباح، ونسأل الله الشفاء العاجل إن شاء الله. أم شمس، ويعني قاعد يفكروا يعني زوجها الكريم الله يعطيه الصحة والعافية عنده في الكلى وكذلك في المرارة، ويبغون يعني هل ممكن يكون في أعشاب تفتت بدون ما يوصلوا إلى مرحلة العملية؟ طبعا مثل ما قلت لك، الموضوع المرارة طبعا عن طريق الأعشاب ما يوجد علاج. يعني أي شخص يقول لك أنا عندي علاج الحصى المرارة يعتبر كاذب. نعم. أي العلاج فقط ممكن بس تخفيف للآلام. يعني بس مسكنات. مسكنات. ولكن في النهاية لازم يكون في استئصال. لا بيكون استئصال. نعم. فيستأصل المرارة.
والحمد لله الحين العمليات فضل عملية بسيطة وعملية ناجحة. نعم. وبالمجان. نعم. صلى الله عليه وسلم. يعني الحمد لله نسأل الله. ما تأخذ وقت كثير. ما تأخذ وقت يعني. كلها يوم يومين. يعني. وبالنسبة للي حصل الكلى. نعم. طبعا على حسب حجم الحصوة كذلك نفس الشيء. طبعا إذا كانت حصوة كبيرة فنفس الشيء لازم الشخص يخضع يخضع للعملية. نعم. أو للمنظار أو للتفتيت. وإذا كانت حصوة بسيطة أو مجرد مثل بعض رمل بسيطة أو حاجة يستخدم بذر الخلة مع شواش الذرة مع الحلف بر. نعم. فتساعده كثير إن شاء الله عشان إدرار البول. بس أنا للمعلومة يمكن كثير من الناس يمكن ما وصلت أنها تسمع الأسامي أو معلومة عن بذر الخلة. بذر الخلة والحلف حلف بر. حلف بر وشواش الذرة. وشواش الذرة. بس هاي الأسماء على مستوى الوطن العربي كلها معروفة. على مستوى الوطن العربي. نعم. ممكن ترى متابعة الحلقة عن طريق اليوتيوب ويأخذون هذا الفقر ويسمعون بالتفاصيل الأسماء اللي إحنا قاعدين نقولها وهي مفيدة جدا جدا بما يخص حصى الكلى ولكن زي ما تفضل ضيفنا أيضا حجم الحصى هذا كيف كبيرة هل يعني دائما حتى هو لقائنا مع الأستاذ صهيب إنه دائما يكون في استشارة طبية وعلى أثرها يتم وضع العلاج المناسب بالنسبة الوالدة الكريمة فوق 15 سنة وعشر سنوات أجرت عملية تبتيت الحصى في الكلى عندها نقص الخميرة ورجعت الآلام مرة ثانية فأنا أتوقع هم متخوف الحمد لله ما عندها لا ضغط ولا سكري وزي ما تفضلت غذائها جيد الحمد لله بس تخوف أنها هل ممكن ترجع لها مرة ثانية بعد هذا العمر كله ممكن ممكن يعني حسب طبعا الحصوة مرتبطة بعد كذلك بشرب الماء يعني إذا الشخص أو نظافة الماء يعني نعم. يعني فإذا كان طبعا هي متجنبة كل الأشياء يعني من الغذاء ومن الطعام وكذا لكن نعم. ممكن يكون هناك في تقليل في شرب الماء أو الماء ما يكون نظيف 100% أو في بعض الشوائب فممكن الحصوة ترجع مرة ثانية لكن هي مشككة فعليها بالصمغ العربي ممتاز أنا يمكن قاعد أخذ الأسئلة لأن في سؤالين كثير مهمين بالنسبة للمطر وكذلك الخميس بتكلم عنهم يعني تنصحن زين بإيش تأخذ كوقاية الصمغ العربي الصمغ العربي يعني كوقاية ويخفف نعم. ممكن يكون يخفف للآلام نعم. ولتنشيد وظائف الكلى إذا أم محمد الصمغ العربي مفيد للوادة إن شاء الله ما لها إلا العافية تطحن يوضع في الصباح والمساء من خلال كوب ماء أو كوب من الحليب كذا وإن شاء الله ما لها إلا العافية يا رب سيف وطرح سؤالين هل هناك في علاج لشو اسمه فشل كلوي الفشل الكلوي نعم. او نقدر نقول علاج وافي كذا مثلا صحيح هو كعلاج للفشل الكلوي ما يوجد علاج الا الغسيل او الزراعه نعم طبعا لكن هناك حتى لما الشخص مثلا يلاقي على الطبيب ويقول والله وظائف الكلى عندك شغاله يمكن 40% او 50% نعم. حتى الطبيب ما يخضع على طول للغسيل يعني او المستشفى يقول له خذ هذه بعض الادويه نعم. او استمر على شرب الماء او بعض الاشياء وراجعنا بعد شهر وبعد شهرين بنشوف هل بدات الكليه تتنشط مره ثانيه او لا في الفتره هذه طبعا هو عاد يعني يذهب لمحلات الاعشاب ممتاز او للعلاج الطبيعي او العلاج العشبي فنحن نعطيه هذه الاعشاب اللي هي تساعد عشان تنشيد وظائف الكلى فتتنشط وظائف الكلى فحتى يكون خلاص بعيد عن الفشل الكلوي واللي لا قدر الله ما عنده الحمد لله فشل كلوي نعم. ولكن يبغى يقي نفسه انه ما يوصل لهذه المرحله نعم. تنصح بشيء ما هي بذر الخله من الاشياء المفيده جدا ومن بعد الصمغ العربي ممتاز نعم. الحصى المزمن والالتهابات بعد كيف ممكن الانسان يقي نفسه منها. نفس الشيء كذلك يعني طبعا اول شيء يقي نفسه بشرب الماء شرب الماء يعني اول الصباح والخاصه بكثره نعم. والمساء كذلك وبلاش الماء ترى والله ترى سبحان الله احد الشيء الرخيص السهل يعني في متناول الجميع دائما نعم. كذا يقول لك انا بشرب عصير فواكه اشرب لك غرشة ماء ترى ما تزيد عن افضل يعني بكثير خاصة في الفترة هذه يعني كثير من الامراض امراض الكلى في فترة الشتاء يعني تزيد بشكل كبير فبسبب قلة شرب الماء يعني ممتاز يشرب من بذر الخلة بين فترة وفترة او الشمر كإدرار للبول نعم. فيساعده كثير ان شاء الله ويكون هو بعيد عن حصى الكلى نعم ارجع مرة ثانية بالنسبة للمطر والخميس انا ما اجلت اسئلتكم الا لاهميتها لان ابغاكم تسمعونها في الجزء الاخير لانها مطر في 2000 استأصل احدى الكليتين نعم. واحده منهم لان في عندها تورم وشبه سبحان الله من لحظه طفولتها انها تنمو ولكن ما تعمل نعم. حاليا بين لحظه ولحظه تجيله آلام في الكليه الثانيه على انه بعد ما يعمل اي فحوصات الحمد لله كل شيء ممتاز وما في آلام وبنسبه 90% زي ما تفضل انه محافظ على صحته الحمد لله كيف ممكن انا طبعا هو تعتبر هذه الآلام تعتبر آلام طبيعيه بحكم ان الحمل
صار جهد أكبر. جهد أكبر على كلى واحدة. نعم. يعني الإنسان الطبيعي يعني عنده كليتين ومرات تصير في عنده بعض الآلام البسيطة. كل إنسان يعني عنده بسبب يعني جفاف بسيط أو أنا مثلاً يعني صار يحصر نفسه دائماً في موضوع البول حتى كذلك هذه نقطة لازم يعني دائماً من أهم الأشياء. عشان شخص يتجنب مشاكل الفشل الكلوي او حتى الحصى الكلى عدم يعني ذهاب لدوره المياه نعم. يعني يحبس يعني البول نعم. ايوه الله يعزكم البول نعم. فيتحصل من الصباح لحد الظهر هو محصور نعم. فهذا جدا خطير لان هذه السموم وترجع مره ثانيه على الكلى فمع الايام مع الوقت تعمل ضعف وظائف الكلى فهي اللي تسبب من مسببات الفشل الكلوي مسببات الاورام في الكلى مسببات يعني الأشياء كثيرة من الأمراض فطبعا الأخ مطر نحن نصحب الصمغ العربي ممتاز بحكم أنه طبعا على كلية واحدة نسأل الله الشفاء آمين فهذه العشبة تساعد عشان تنشيط الوظائف الكلية فبحيث أنها تؤدي عملها بشكل صحي في الجسم ومع ذلك لازم يشرب كميات كبيرة من أكيد المياه من الماء ممتاز. لأن في ناس مبررهم سبحان الله يقول لك أنا ما بشرب ماء عشان ما فينا أروح وأنتم كرامة دورة المياه يعني شوفوا المبرر وفي النهاية هي صحتك كثرة الماء ودخولك لدورة المياه وعملية التبول هذا الدليل ان الكليه صحتها جيده صحيح. وانها قاعده تشتغل بشكل جيد وهذا شيء ايجابي يعني مش سلبي صحيح. وسلامات يا مطر والله يسلم روحك ان شاء الله من كل عافيه بالعافيه دوم ان شاء الله خميس وتكلسات عند واحده من بناتها عمرها 13 سنه وتضخم عند البنت الثانيه عمرها 10 سنوات كيف ممكن نعطيه ممكن هو يكون طبعا هذا من امراض وراثه يعني من كذا انا سالت هل من احد من الاسره او شيء مصاب بهالشيء ممكن فقال ممكن لا احنا يعني مساله الاسباب اسباب المرض كثيره ممكن مش عامل وراثي ممكن يكون شرب الماء ممكن يعني اللي عنده مشاكل في المعده نعم. يعني يمكن يكون في التهابات في المعده يمكن يكون في سن بلوغ يعني هي في 13 سنه نعم. فعندها التهابات مثلا في بعض الجهاز التناسلي وحاجه وشيء في الرحم فهو بسبب المشاكل في الكلى او مثلا حبس البول كذلك نفس الشيء لكن هي طبعا موضوع يعني العلاج طبعا الصمغ العربي جدا ممتاز ياخذ بشكل يومي بروحه نعم ايه وياخذ الاعشاب الثانيه اللي هي الشمر مع الحلفبر زين فهذه ممتازه كذلك نفس الشيء عشان ادرار البول وعشان الحصوه وتنشيط وظائف الكليه ممتاز ممتاز يعني في النهايه يعني لازم يكون في مراجعه طبيه اكيد نصيحه يعني يتاكد ويتاكد ايش السبب لان زي ما تفضل ممكن اكثر من سبب ولكن بالدرجه الاولى الصمغ العربي بروحه ايه بروح ممتاز كثير نعم. وبذر الخله بذر الخله مع الشمر مع الشمر بيكون واجد مناسب كذلك للطفلتين ولا وحلو عشان بس تشجعون الاطفال لان الاطفال ممكن ما يشجعون صحيح كل البيت تشربوه ترى صحي ممتاز يعني صح. يعني في البيت كيله سوي لكم جيك كذا ووزعوه على القلاصات كذا واستانسوا عليه ان شاء الله استاذ صهيب انا سعيد كثير بوجودك معنا نورتنا والله يفتح عليك ان شاء الله دنيا واخره واتمنى بالفعل كل المعلومات اللي اعطيناكم اياها استفدتوا منها اللي يحب يتابع حلقة اليوم ممكن يتابعها على صفحتنا في اليوتيوب ويتعرف على الموضوع أكثر بالنسبة لضيفنا العزيز موقعه بمركز الدواء الشافي بولاية السيب رقم هاتفهم ظاهر على الشاشة طبعا رقم الهاتف الخاص بضيفنا العزيز وممكن بالدرجة الأولى واللي عطيناه المركز الأول مفيد لكافة الناس المصابين وغير مصابين بألام أو التهابات الكلى وهو الصمغ العربي بس ما قلت لكم لونه تأخذونه قطع ثم يطحن ثم يستخدم اول في الصباح والمساء ملعقه شاي كذا ان كان مع الحليب او كذلك مع الماء والله يعطيك الصحه والعافيه الله يعافيك ان شاء الله فرصه سعيده مشكور كثير الله يخليك بارك الله احنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام بناخذ فاصل بعد الفاصل بنتواصل معاكم لا تروحون بعيد اكثر من 200 ابتكار جديد لمخترعين ومخترعات من السعوديه ودول الخليج العربيه ضمه معرض ابتكار الثالث الذي استضافته العاصمه السعوديه الرياض الاسبوع الجاري ضم المعرض مبتكرات جديدة في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتقنية الاتصالات وشارك المخترع السعودي خالد العتيبي بابتكار يسمى حماية وإنقاذ وهو سياج للمباني يفتح بسهولة عند اندلاع أي حريق عدم وجود السياج مشكلة يكون في موت وضحايا وجود السياج وهو ثابت برضو في ضحايا وفي موت فلازم احنا نكون حماية للمبنى في نفس الوقت نستغل السياج يكون إنقاذ بينما شاركت المخترعة السعودية مريم سامي بجهاز إلكتروني يساعد في جمع الأدلة الجنائية من موقع الجرائم هو جهاز يلتقط جميع الأصوات أثناء التسجيل بعملية أثناء التسجيل بالفيديو وفي النهاية يقوم بفرز ويظهر لي بس الصوت اللي أنا أحتاجه من خلال تحديد اهتزازات الصوت اللي تميز كل شخص
وتهدف المملكة السعودية إلى اكتشاف المواهب الناشئة من خلال إقامة مثل هذه المعارض بهدف استغلال ابتكارات المخترعين بما يعود بالفائدة على المملكة والمواطنين. خالد حسين، رايترز. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية في برنامجنا قهوة الصباح. ممكن سمعتوني من بداية الحلقة، اليوم بيكون عندنا موضوع كثير شيق كثير جميل وفعالية رائعة جدا جدا بتقام بجامعة السلطان قابوس بالتحديد في القاعة الكبرى، ودعوة عامة، وأقول لكم من الحين الحق ما تلحق. ها، هم العرض بيبدأ الساعة 6 إن شاء الله لخواطر الظلام اللي كانت لهم مشاركة كثير رائعة وجميلة شاهدناها في الموسم السابق لأرب دات تالنت، وتميزوا بكثير من الجمال والأناقة والرشاقة والخيال والصورة الحلوة. من خلال طلبة كلية الزراعة تم دعوة خواطر الظلام للمشاركة في فعالية كثير جميلة ودعوة عامة للجميع. فأقول لكم أنا يعني بصل المغرب هناك في الجامعة وعلى طول عشان أمسك لي مقعد وأحضر هذه الفعالية، وهذه نقدر نقول الجمال والعرض الجميل اللي بيكون فيه كثير من الإضاءة والضوء. نرحب بضيوفنا، طبعا ضيفنا اللي من المملكة العربية السعودية بالتحديد من جدة، محمد بن عبد الحكيم الحربي من مدير العلاقات العامة لفريق خواطر الظلام. نقول صباح الخير ويا مرحبا فيك. صباح النور، زارتنا بركة. الله يخليك، تسلم. حياك الله، يسلم لي هالنور والله. الله يسلمك، تسلم والله. وأيضا نرحب باللي باقي له إن شاء الله كذا تكتين ويتخرج، محمد بن عبد الله الناعبي رئيس اللجنة الإعلامية لجامعة العلوم والزراعة العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. نقول صباح الخير، نورتونا. أول شيء أنا أقدم تحية بعد إذنك محمد، أقدم تحية لطلبة جامعة السلطان قابوس ممثلة فيكم على هذا النشاط وهذه الفعاليات، لأنكم بالفعل أنتم أنا دائما أعتبركم سفراء للسلطنة، في أنكم قاعد تجمعون نشاطات وفعاليات إن كان من داخل أو خارج السلطنة. احكي لي كيف جت الفكرة واختيار خواطر الظلام في المشاركة لهذا العام؟ طبعا جماعة العلوم الزراعية والبحرية جماعة تابعة لكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان. الجماعة يعني تتبنى الأنشطة الطلابية. فالأنشطة الطلابية هي عبارة عن مواهب الطلاب، إبداعات الطلاب، نريد نظهرها للمجتمع. حلو. هدف الأمسية واللي هو التعريف بالجماعة وأنشطة الطلاب، فعشان نعرف بالجماعة ونظهرها بشكل إن كل الناس تعرفها، نحتاج لفعالية وفرقة مشهورة توسع لك الحدث وتجيب لك جمهور كبير. فاخترنا خواطر الظلام لأن فريق يعني فاز بمسابقة المواهب عرب جت تالنت، ففريق مشهور في العالم العربي صار. قدومهم معنا أضاف لأمسيتنا طابع آخر، وهو اللي ممكن يجيب لنا جمهور كبير يملأنا. كيف تواصلتوا معهم؟ كيف تواصلتوا مع التواصل معهم؟ يعني إحنا شفنا حسابهم في التويتر. أي نعم. فقلنا نجرب حظنا. فجربنا حظنا، خذنا إيميلهم ورسلناهم إيميل وكان ردهم سريع يعني. فاجانا بالرد. حلو. التواصل معهم كان سهل. ممتاز. في البداية أول شيء عشان أكون صريح معك، لما خبرونا عن المبلغ تفاجأنا، قلنا إحنا جماعة صغيرة وجماعة غير ربحية يعني جماعة طلابية، فكيف ممكن نجيب هذه الفرقة الكبيرة؟ حاولنا شفنا كذا يمين يسار وين ممكن ندبر المبلغ، فكان في تعاون من القطاعات الخاصة، في عندنا الطيران العماني دعمنا بشكل كبير، في عندنا شركة دليل للنفط، فندق حصون الخليج عشان ما أخذهم حقهم، شركة الأسماك العمانية، كل هذه وقفت معنا، القطاع الخاص وقف معنا، إدارة الجامعة كانت وقفت معنا وقفة يعني قوية، دعمونا، الفرقة يعني وقفتهم ما ننساها صراحة، يعني خفضونا المبلغ بشكل كبير لما عرفوا أن
الطلاب ومش مؤسسة ربحية. ممتاز. فإحنا شاكرين لهم. عموما إحنا العرض اليوم الساعة 6 زي ما قلت صحيح؟ 6 6 ولا 6 ونص بيصير؟ أنا هذا الشيء يتعبني ها. إن شاء الله 6 6. محمد خواطر الظلام يا مرحبا فيك مرة ثانية وتحية لكل زملائك، تعرف إحنا وكان ودنا كلكم موجودين عندنا. بما انك انت مدير العلاقات العامه، خليني شوي اخذ السي في شوي عن خواطر الظلام، يعني نذكر الناس شوي لحظه دخولكم الارب جات تالنت، وما شاء الله شهرتكم، شركات على مستوى كبير ان كانت على مستوى المملكه انهم يعني يستعينون فيكم للترويج من خلال الاعلانات. اعطني شوي هذه السيره الكامله ايش صار معكم. اول شيء قبل لا نبدا في الموضوع احب نصبح على الاخوه المشاهدين والمتابعين البرنامج الجميل. خواطر الظلام كبدايه كانت فكره انه بس كيف ممكن نشارك في برنامج عروس التالنت. هذا كان الموسم الاول. نعم. بعد كذا الفكره هذه كبرت معنا وصار في تركيز اكثر انه كيف ممكن نقدم شيء يمثلنا خير تمثيل ومثل وطننا خير تمثيل كمان. نعم. فدخلنا على اليوتيوب شفنا قاعدين نلفلف في المقاطع الفيديو الموجوده فيها الين وصلنا للعروض الظل هذه او عفوا عروض الظلام المسرح الاسود. فشفنا العرض هذا بداية كان شيء غريب علينا زي ما كل شاف في البداية كان شيء جدا ملفت انه كيف بيصير الظهور والاختفاء في الظلام في الشيء هذا. الحمد لله بدأت فكرة معنا وسوينا الفريق بدأنا في الموسم الأول ما كان في توفيق فيه. هذه يمكن معلومة ما حد يعرفها يمكن. رجعنا بعد الموسم الأول كان في فترة إحباط مرة كبيرة بين الموسم الاول والموسم الثاني، الموسم الثاني كمان قدمنا على البرنامج والحمد لله قدمنا فيه وفزنا فيه. اذا كنت متوقعين الفوز خاصة في النهاية، يعني صحيح هو مرتبط بالتصويت ولكن انتم حققتوا صدى كثير رائع في المتابعة، الناس قامت تنتظر الحلقة اللي انتم بتظهرون فيها يعني. هو شيء جميل الناس تنتظر بس حقيقة يمكن في سر جدا مميز ونحن دائما نشتغل فيه في كل عروضنا. انه الشيء اللي بنسويه بنستمتع فيه. اي نعم. هذا الشيء اللي يمكن بيخلينا نقدم اكبر شيء عندنا. حلو. فالفوز ما كان شيء عندنا شيء رقم واحد قد ما كنا نستمتع والنفس المشاهدين يستمتع معنا. ممتاز. والحمد لله يعني كان يمكن الصدى الايجابي اللي كان بعد البرنامج كان شيء يمكن ما كنا متوقعينه بشكل كبير لكن نعم. الحمد لله كان شيء على مستوى العالم العربي كان شيء جدا الحمد قوي الحمد لله. شيء يشرف الله يعطيكم الصحه والعافيه. احنا عندنا مجموعه صور بنعرض لكم اياها للقطات سابقه كان في برنامج عرب جات تالنت، ولكن انا ودي بعد كذلك اسال سؤال، هذا سؤال ترى كل الجمهور انا معاته، كل ما يكون معي ضيف يقول اسالهم، هل بتستمرون ولا هي مرحله سنيه وبعدين كل واحد بيروح في حاله؟ برجع لك محمد بالنسبه للتنظيم بعدين. طيب من النقطه هذه فعلا احنا واجهناها اول ما انتهى البرنامج. طبعا احنا الى الان لنا تقريبا للتذكير سنه ونص من بعد ما انتهى برنامج عروس التالنت الموسم الثاني. احنا انتهينا من البرنامج في كثير ناس كانوا يتكلموا انه ترى انتم حدكم 6 شهور وانتهى يعني. هي في النهايه زي ما تقول كذا بس حماس ضجة إعلامية وخلاص فقاعة الصابون تنتهي. هذه كنا نسمعها تحديدا فقاعة الصابون فهم نسمعها. فبالعكس احنا تحدينا الموقف هذا او الكلام اللي كان بنسمعه يعني قد ما تنجح بس برضه بتواجه كمان صحيح. مجموعه احباطات صغيره بس الحمد لله استمرنا على الموضوع هذا. في ناس متخصصه في هالامور يستمتعوا فيها. بعد كذا صار معي الحمد لله انه الى الان سنه ونص ومستمرين وبالعكس بنطور الفريق، كوننا كمان اكثر من تقنيه داخل الفريق. ممتاز. الفريق قدم الحمد لله عروض في الامارات دولة الامارات في قطر في لبنان في اليمن. على مستوى المملكه العربيه السعوديه في الرياض جده جيزان المدينه الشرقيه يعني الحمد لله كان لنا يعني تقريبا انتشار مره كبير على مستوى الخليج العربي. الان اول مره في سلطنه عمان نتشرف نكون متواجدين معكم فيها وان شاء الله تكون الاولى وتستمر معنا باذن الله تعالى. ان شاء الله. زين في شغله بما انك انت ذكرت التحدي، هذا شيء حلو ترى على مستوى الكليات والجامعات، واذكر محمد يمكن مريت بهالموقف اكيد دائما بين الجماعات اذا كان في كليه او حرم جامعي في تنافس، طبعا تنافس شريف، الكل يبغى يكون انا جماعتي ترى عملت شيء مختلف عن الجماعات الاخرى. اتوقع هذا كنتوا حريصين فيه محمد. وفي منافسه وزي ما تفضل اكيد في ناس اللي قاعد يطرقون ما بيجونكم ترى ما عليكم ترى كله بس كذا بس مجرد كلام، وصف لي هذا الجانب. طبعا يعني احنا في كل سنه نسوي امسيه. اي نعم. بس في العاده نسويها في قاعه المؤتمرات، قاعه المحاضرات، قاعه صغيره ما تسوي عدد كبير. اي نعم. شفنا الجماعات الثانيه تسوي في القاعه الكبرى يعني صح. حبينا ننافس شوي نظهر شوي. زين فالقاعه الكبرى انك تنظم امسيه في القاعه الكبرى انت تتكلم عن 5000 مقعد. اي نعم. كيف انت بتملى هاي المقاعد؟ كيف بتنظم هاي المقاعد؟ كيف بترتب امسيه انك ترضي 5000 شخص؟ اي نعم.
فكان تحدي كبير. الإدارة إدارة الكلية وقفت معنا وقفة يعني حلو كبيرة كانت. ممتاز. القطاع الخاص وقف معنا. الحمد لله الفرقة كانت متعاونة جدا ووافقت معنا. بدأ مرحلة التنظيم، كيف نحن ممكن ننظم الأمسية ونسويهم. رسلنا رسائل لكل طلاب الكلية، كانت يعني ردود فعلهم قوية جدا. يعني يعني حتى القاعة أمس لما جالسين يسوي البروفة كانت مليانة، هم يقولوا الجمهور جاء من اليوم الجمهور كلهم كانوا منظمين من الكلية. هم المحبة محبة كلهم منظمين من الكلية، راح يكونوا عند الأبواب، راح ينظموا الأمسية، راح يكون التنظيم من الداخل إن شاء الله. برتب الجمهور يكون الساعة 6 مقاعد يعني كلها لازم احضر على طول يعني. ها زين زين اللي فكرت، وانا قاعد اقول حق زميلي امس ان احسن حاجه في المسجد مال الجامعه نصلي ونروح، لان ما بتلحق بعدين. قاعد يقول لي لا، قال بيبدون الستة ونص، قلت له صدقني على الاقل نمسك كرسي يعني. جانب انا ودي اتكلم فيه، يمكن كان في فتره واتوقع هذا انتشر في كل شبكات التواصل الاجتماعي، الحادث المؤسف لاحد فريق المجموعه. وهل بتخاطبون يعني كثير من الجهات المسؤوله، ان كانت في السلطنه، في المملكه، على مستوى الوطن العربي، دول مجلس التعاون، الرسائل تجاه الشباب في عمليه القياده السليمه، ابناء جيلكم محمد، كيف ممكن نخاطبهم مثل هذه العروض اذا كان لكم نيه في المستقبل ان القياده السليمه توصل بسلامه؟ في ام تخاف عليك، في اب وديت انك ترجع له بسلام، واذا كنت متزوج كذلك كيف ممكن نقول لهم؟ لان اتوقع الاخوان في الشرطه، في كل المؤسسات العسكريه على مستوى دول مجلس التعاون، كل الوسائل استخدموها من ارشادات، وما زالوا قاعد يسعون يسوون شيء، بس انا اتوقع يمكن عندكم انتم مخاطبه او لغه مختلفه شوي تكون. اول شيء صراحه احنا نفتخر انه خواطر الظلام يعني لهم تاثير كبير على المجتمع بشكل عام، الشباب او ما دون ذلك. عندنا في المملكه العربيه السعوديه كان في تنسيق بيننا وبين جهات حكوميه، الشرطه والمرور على المواضيع هذه. ان شاء الله حترجم ان شاء الله على الايام الجايه باذن الله تعالى. اكيد لازم يكون في توعيه بشكل كامل باي شكل من الاشكال، سواء كان شيء ترفيهي او كان شيء تثقيفي توعوي تعليمي. هذه كلها بتساعد ان الشباب المجتمع يعني يكون في توعيه كبيره، بحيث انه يعرف بالضبط هو فين رايح. لانه المشكله هذه فعلا يعني اللي صار معنا المرحوم علي الشهري الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. يمكن كثير من الشباب عندنا في الفريق كمان كان عندهم مشكله هذه في القياده والاشياء هذه. فالموقف هذا اثر فينا كثير، فالواحد بيتعلم المواقف اللي بتصير معنا. حلو. رحمه الله عليه. الله يرحمه ان شاء الله. زين، هل نقدر نقول في عرض اليوم في شيء مفاجاه عشان تحمس الناس بعد زياده؟ بالنسبه لعرض اليوم ان شاء الله حنقدم عرضين. حيكون عرض عام من عروض خواطر الظلام، عرض مشهور معروف. وعرض ثاني حيقدم خاص للفعاليه او للامسيه تبع الليله باذن الله تعالى. كل عرض كم مدته بعد؟ كل عرض بيكون مدته 5 دقائق. ممتاز. باذن الله تعالى. بين كل عرض تقريبا في فقره شام في البرنامج مسوينا. في اليوم حنضيف تقنيه ثانيه، احنا التقنيه اللي بنشتغل عليها تقنيه البلاك لايت. ممتاز. احنا الان حنضيف تقنيه ثانيه لتقنيه الليد لايت، اللي هي بتكون عباره عن ملابس. ممتاز. فيها نفس اللمبات هذه. هذه هتكون تقريبا تقريبا 20 ثانيه بس. فقط شيء كذا تشويقي للمستقبل يعني. تمام. فهذا يمكن الاضافه او المفاجاه اللي حنقدمها للحضور اليوم باذن الله تعالى في الامسيه. ممتاز. يا ليت تعطيني جدول الحفل، ايش اللي بيصير فيه من لحظه انطلاقته من الساعه 6 وبيخلص الساعه كم؟ وان كل الطلبه بيستمتعون، لان انا عارفه اذا مثل بالنسبه للفتيات عندكم لهم موعد معين لازم يرجعون للسكنات، فكيف ممكن؟ احنا استفدنا من الامسيات السابقه. أيوة. للجماعات السابقه. أيوة. طبعا اغلب الامسيات كانوا يحطوها 3 ساعات. اي نعم. كان الفقره الرئيسيه تكون في النهايه. اي نعم. احنا في برنامجنا ان شاء الله الامسيه بتكون ساعه وربع فقط. ممتاز. امسيه بسيطه. حلو حلو. ما يكون فيها تقديم، ما في مقدم يطلع بين الفقرات عشان تستغل الملل. ايوه ايوه. فبتبدا بقراءه القران، بعدين المقدم راح يقدم يرحب بالحضور وكذا. بعدين بيكون في فيديو بسيط عن الجماعه وانشطتها وانشطه الطلاب. بعد ذلك فقره بسيطه مفاجاه كوريه ان شاء الله راح تكون في الامسيه. بنت كوريه صغيره راح تعمل مفاجأة. خلينا زين. حلو. أنا أحب الأكشنات بالبداية. للأمسية. بعد ذلك بيدخل العرض الأول لخواطر الظلام، اللي هو عرض عام منهم. بعدين بتكون فقرة فن تراثي، لأن هي الأمسية بتكون مصادفة للعيد الوطني. نعم. ممتاز. فبيكون في فن العازي. نعم. بعد ذلك بيدخلوا مرة ثانية فرقة خواطر الظلام بسيناريو احنا كتبناه يحل مشاكل موجودة في الكلية. ممتاز. موجودة في التخصص الزراعي والجنوب البحري. حلو.
فهم يعني تقبلوا السيناريو وابدعوا حلو هذا التعاون ان انت قاعد تقولون عن هاجس يخصكم ويتم ترجمته من خلال خواطر رضوان. صحيح. ممتاز. فهم بيطرحوا مشكله ان شاء الله بطريقتهم الحلوه ان شاء الله. بعد ذلك ان شاء الله بيكون تدشين لسفينه الولاء والعرفه. هذه قصه السفينه كانت ان تخصصنا علوم زراعيه وبحريه. في الجانب البحري السفن والتراث العماني في في السفن. فكانت فكرتنا ان نصمم سفينه تحكي التراث والتاريخ العماني. وهذه السفينه تروح وتلف على كل الكليات في الجامعه. ممتاز. تسوي مسيره تكون في تاريخ 18 نوفمبر كانت المسيره. وهدفها ان توصل الرساله ان الشعب العماني كان يطلع البحر في اسطول كبير. تاريخ العمانيين مع الدول الاخرى وتعاونهم وكذا. ممتاز. فراحت المسيره مرت على كل الكليات. وثقناها بالفيديو ان شاء الله الفيديو بنشوفه من خلال العام. بنشوفه في الامسيه وبعد ذلك بتدخل السفينه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في تنوع بالنسبه للمشاهد خلال ساعه وربع ان شاء الله بيكون في استمتاع وايقاع مختلف بتوقيع كذلك خواطر بركتهم. الله يوفقكم ان شاء الله جميعا. انا سعيد كثير بوجودكم معنا. محمد تحياتي الخاصه لفريق العمل بصوره عامه. ما ادري اذا بكره يعني اليوم نقدر نسلم عليهم كلهم ولا لا. ولكن بالفعل وتحيه لكم يا جماعه يعني زراعه والعلوم البحريه بجد انتم ممتعين بكل فعالياتكم. انا حضرت اغلبها تقريبا. كلمه للشباب اللي قاعد تتابعهم اللي يحبون يدخلون نفس العالم كذلك. في كثير احنا في مجموعه والله كانوا معنا في برنامج القهوه الصباح من طلبه الجامعه عملوا لنا كذلك حتى شو داخل الاستوديو وجايبين اضاءتهم وجايبين شغلهم كله. فاللي يبغى يدخل هذا العالم ايش ممكن تقول او النصائح بحكم الخبره اللي انتم كونتوها؟ اول شيء الموضوع بحقيقه يعني الموضوع مش سهل. اقصد من ناحيه الاستمرار في الموضوع. نعم. الدخول فيه يكون شيء ممتع. بس بعد كذا الالتزامات اللي عليك. احنا اغلبنا كخواطر الظلام متفرغين بشكل كامل لخواطر الظلام. نعم. فساعات عندك اولويات ثانيه غير العمل الترفيهي هذا او غير الموهبه اللي عندك تطلعها. النصيحه اللي بقول لك اللي احب اوجهها للاخوه المتابعين والاخوات انه اذا عندك موهبه او عندك هوايه معينه وحاب انك تطلعها حاول انك تستمر فيها. اهم شيء تطلع فيها اوكي بس الاستمرار هذا هو الشيء المهم. نعم. جدا في العمليه كلها. انك تستمر فيها وكل مره تطور تضيف فيها شيء جديد. ممتاز. يمكن هذا تقريبا الشيء المهم اللي ممكن الاخوه الاخوات. حلو ان شاء الله. انا اذا عندي موهبه بستمر فيها ان شاء الله. لازم. سؤالي الاخير كم يوم تقعدون في عمان؟ انت اليوم امس واصلين؟ قعدنا يومين. اي نعم. واليوم يوم الثالث. وبكره ان شاء الله تقريبا رحتوا تمشيتوا ومشيتوا؟ ما قصروا معنا. حلو حلو. اهم شيء الجوله. ما قصروا معنا حقيقه. تستاهلون. عموما نورتونا ونتمنى لكم ان شاء الله طيب الاقامه في السلطنه انت والشباب. تحيه لكم مره ثانيه ودعوا مره ثانيه اقولها الساعه 6 بالقاعه الكبرى بجامعه السلطان قابوس بين قوسين الحق ما تلحق خواطر الظلام ومجموعه كبيره من الفعاليات من جماعه الزراعه والعلوم البحريه. اذا تبغى تقدم الاعلان بنفس فتفضل كلم. ان شاء الله ننتظركم الساعه 6 في القاعه الكبرى المركز الثقافي جامعه سلطان قابوس. احب اشكر تفضل. انا ما حسيت في عيونه في شيء يقول لي في كلام. احب اشكر اداره الكليه. نعم. ممثله في عميد الكليه وفي الاستاذ محمد الرواحي والاستاذ سعيد الغنبوصي. ومشرف الجماعه الاستاذ مصعب البوسعيدي. واشكر جميع طلاب كلية العلوم الزراعية والبحرية على وقفتهم في إنجاح هذا الحدث. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا مرة ثانية محمدين محمد ومحمد. الله يوفقكم إن شاء الله. فاصل وراجعين لا تروحون بعيد لأن عندنا موضوع كثير شيق وخاصة للأباء والأمهات لأطفالهم المبدعين. فكيف ممكن أخلي ابني يكون مبدع وبيدي ممكن أخليه ينام؟ فاصل وراجعين. زراعية البحرية خطوات بلا توقف.
مساءكم محبة وجمال في أيام مسرحية جديدة لفرقة مسرح مسقط الحر في عرضها المسرحي بعنوان النيروز، وهو فن من الفنون العمانية المغناة التي تختص به ولاية قريات، ويبدأ من داخل الحلة والقرية وينتهي بشاطئ البحر، ويردد فيه الرجال بعض الأهازيج العمانية ودق الطبول. ولكن كيف ستوظف هذه المسرحية هذا الفن لمحاكاة القضايا الاجتماعية؟ من خلال هذا العرض راح نتعرف على تفاصيل هذه المسرحية، تابعونا. كفى كفى كفى، يا له يا له من موضوع تافه، حله موجود في زرائبكم المتعفنة. ايه اسمع، انا ليس لدي وقت لزرائبكم وحيواناتكم ومزارعكم. هيا هيا. شهد مهرجان المسرح العماني الخامس خلال ايامه الماضية حضورا جماهيريا مبهجا، سواء في العروض المسرحية او الندوات التطبيقية، حيث كان الجمهور على موعد وترقب لمسرحية النيروز من إخراج جاسم البطاشي وتأليف عبدالله البطاشي، تقدمها فرقة مسقط الحر التي حصدت على أفضل عرض مسرحي أول في الدورة الأولى لمهرجان المسرح العماني، وتقدم تجربتها هذه المرة بعودة قوية من خلال فكرة العمل المؤطرة بالفن الشعبي لفن النيروز، حيث تدور أحداث المسرحية حول قضية إنسانية تهتم بالشأن الاجتماعي لحماية المجتمع من الدخلاء وتسلطهم على عادات أفراد المجتمع والتسبب في نشب الحروب والمشكلات الطائفية المذهبية والسياسية من أجل هدم المجتمع والعبث بعقول شبابها. أنا ما أقدر أقول أنه عرضنا مميز أو شيء، هذا حكم الجمهور، لكن نحن اشتغلنا بتجربة جديدة، حاولنا أنه يعني نتطرق وندخل إلى أبواب أخرى، أبواب جديدة، على أساس أنه نقدم للجمهور وجبة مختلفة نوعا ما، نتمنى أنها تكون يعني الجمهور استانس، حب الفكرة، حب الموضوع، يعني نحن في الآخر نجتهد ونحاول نبحث في المجال المسرحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بجهود الشباب وبجهود المخرج وجميع من اشتغل في هذا العمل قدرنا أن نوصل رسالتنا، ومن خلال المسيرة التي اعتدناها نحن في فرقة مسقط الحر وكشخوص ككتاب وكمخرجين في أن نشتغل بالموروث الشعبي ومحاولة ربطه بالمسرح العالمي المعتمد على الشعر واللحن والغناء والرقص وفنوننا الشعبية الزاخرة بهذا الشيء، حاولنا من خلال أحداث المسرحية المؤطرة بفن النيروز، وهو فن تشتهر بولاية قريات ذات طقوس جميلة، طقوس خرافية تبدأ من الداخل إلى الساحل بزفة ومن خلال الحيوانات الخرافية التي شاهدناها داخل العرض المسرحي، قدرنا أن نوصل رسالتنا والإسقاطات والإرهاصات الواردة داخل الأحداث المسرحية من خلال هذا الفن المسرحي. لا تلوث الجبروت والقوة، لا تلوث الجبروت والقوة. أود لو أني أسقيك الموت بيدي ولا أعلم السر الذي في الخفاء، نفس الراية اللي عيني كنت أراها في منامي، أراها الآن. لينتهي كل ذلك، ولتموت وتموت معك كل مصادر وكوابيسي. لا عرض النيروز لهذا اليوم هو عرض نستطيع أن نقول هو عرض مزج ما بين القضية والموضوع الذي يعالجه هذا النص وما بين الفرقة الشعبية من خلال استخدام بعض مفردات النيروز وبعض الكلمات وبعض الموسيقى، من خلال أيضا بعض الأبعاد التي يشتهر بها هذا الفن الشعبي. نحن مع أهمية أن توظف الفنون الشعبية العمانية بما يخدم القضية والمضمون والشخصية والحدث المسرحي. المسرح ليس مطالب بأن يقدم الفن الشعبي مثل ما هو عليه في الواقع، ولكن
كيفية أن تمسرح التراث الشعبي. وفي هذا العرض طبعا وظف المخرج ومع فريق العمل من خلال حركة الشخصيات أيضا ومن خلال أيضا مجموعة الأغاني الشعبية والأدوات الموسيقية والكلمات بما يخدم فعلا ويساهم بعض الأبعاد. ربما قد تكون هناك بعض الملاحظات في بعض الأبعاد أو بعض الملامح الأخرى المرتبطة بفن النيروز الحقيقي. شخصية جمعان يعني شخصية مناهضة، شخصية مع الحق، شخصية مخالفة للظلم اللي صاير في القرية، وتحاول قدر الإمكان أنها تبتعد على قدر يعني ما من المشاكل، لأنه بما أنه اختطفوا والده وهو صغير هو حاول يبعد المشاكل حفاظا على بنته في المسرحية، وفي الأخير تختطف أيضا ابنته وفي الأخير أيضا يموت في المسرحية. فهو شخصية مناضلة، شخصية تبقى مثل الرمز في القرية. والله مجابتا على سؤالك صعبة، هي المسألة شوية معقدة في المسرحية بما أنها هي تختلط فيها المواضيع. وشارك في الندوة التطبيقية لمسرحية النيروز الدكتور حسن المنيعي من المغرب والدكتور محمد الحبسي من السلطنة، وتبادلوا الحديث عن عمق النص والجوانب الإخراجية فيه، وفتحوا باب النقاش للجمهور وسماع آرائهم وتعليقاتهم حول العرض بهدف الاستفادة والتعلم من بعض الهفوات التي وقع فيها النص أو المخرج وإبراز جوانب القوة المسرحية والإشادة بها. إن مهرجان المسرح العماني في دورته الجديدة يؤكد استمرارية النشاط المسرحي في مختلف مناطق السلطنة، كما هو فرصة جيدة لالتقاء الشباب المهتمين بالمسرح وتبادل المقترحات والأفكار والآراء، وأيضا تنمية قدرات ومواهب المنتسبين لأعضاء الفرق الأهلية من خلال الفعاليات المقامة على هامش المهرجان. حفيظ جعبوب، محافظة البريمي، لتلفزيون سلطنة عمان. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى موضوع جميل يخص الإبداع وخاصة عند الأطفال. كثير من الأسر، أنا أقولها كثير، منهم من يشجع أبناءه وتلقاه يتفاعل معه ويحاول يسرع من خلاله رؤية للطفل للمستقبل أن يكون مبدع في مجال معين. مو ضروري أن أتكلم في الجانب كان لازم ثقافي ولا أدبي أو فكري، ولكن يكون عنده حس إبداعي من لحظة الطفولة، خاصة إن كان عنده ذكور أو الإناث. وفي منهم أصلاً بعطيكم ثلاثة أمثلة، في منهم هذا المشجع بشكل قوي، وفي منهم اللي يمثل بعدين يفقد الصبر، ما عنده طولة بال، هو حاس ولده أنه عنده شيء أو بنته عنده شيء بس ما توني جاي تعبان ما فينا خلق كذا، كان على الأب وكذلك على الأم. وخاصة لما يجي الطفل يروي أبوه، شوف طالع مثلا إذا كان رسمة شافها الله حلوة كمل الاتصال. زينة مثال أنا أعطيكم. وفي اللي سلامتك عاد كلش زين زين، أهم شيء ذاكر، طلعت النتيجة مادة اللي جاي فيها قبل فترة جاي ضعيف، يبدأ عاد التكسير المجاديف ويصير الطفل يقول ما ابغاهم يشوفوني، احسن لي قاعد حتى لو ما نجحت احسن. نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ محمود بن علي البلوشي، مدرب مختص في برامج التفكير والابداع وموضوع عن مهارات الطفل الابداعيه. صباح الخير يا مرحبا. صباح النور يا عبد الله. انا بس بغيت اعطي امثله لنماذج كثير من البشر اللي قاعد احنا نعيشها. فعلا هذا نحن نعاني الان من يعني كثيرين قاتلين الابداع. نعم. يعني نحن اصلا مصدر الابداع من وين نجي؟ من البيت اصلا. نعم. فالبيت يقتل الابداع، يروح الطالب الى او مثلا الطفل الى المدرسه نفس الشيء يقتل الابداع. يقول لك في نسبه يعني الطفل في مرحله يعني ولادته الى سن سبع سنوات، الى قبل يصير سبع سنوات يعني نسبه الابداع يكون عنده 80% الى 90% تقريبا. نعم. بعدين يقول لك لما يدخل المدرسه يصير نسبه 10%. نعم. تقل الى 10%. نعم. يعني نسبه خطيره جدا. فهذا ليش؟ لأن لما يجي المدرسة يقول له اجلس مكانك، صح، لا تتحرك، اسكت ولا تعمل كذا، وما حد يشارك إلا ما حد يعبر عن رأيه. لأن الإبداع معناته وش؟ الطلاقة، تطلق العنان اللي عندك فيبدأ يعبر. ونحن حتى نحن تكلمنا قبل الحلقة اللي هي عن تعلم بسرعة، قلنا الطفل يحب يتعلم بسرعة بجو يعني تعود في البيت، يعني ما حد قال يتعلم. نفس الشيء بالنسبة للإبداع، في 2% بالفطرة، 2% من أطفال العالم 2% هم مبدعين بالفطرة، لكن 98%
98% يحتاجوا الى ايش؟ الى تدريب. وهذا نحن ينقصنا في مدارسنا. ممتاز، انا باخذ التفاصيل من عندك استاذ محمود، ولكن بس حاب اذكر المشاهدين اللي يحب يتواصل معنا في هذا الموضوع، يعني يتجاذب اطراف الحديث ويعطينا افكار او يعطينا ملاحظات، يتمنى كذا كيف اسوي مثلا مع عيالي، والله انا لاحظت على ابني مثلا بعض التصرفات وحسيت انه عنده شيء من الاشراقه، على 2494-33701 ومخارج السلطنه ما عليك الا 00968 والرقم اللي بيظهر كذلك على الشاشه. كيف ممكن نقول للاب والام اللي عندهم الطفل البكر وقاعد يكبر شوي شوي، متى المفروض ينتبهون؟ فعلا ان هذا ابني في عنده حاجه، طبعا انا مو مكتشفها بس ان اهيئ له المكان حتى تظهر هذه الحاجه اللي في داخله. شوف انا ابشر جميع اولياء الامور. نعم. طبعا اللي ما في عنده خلل عقلي او شيء. نعم. لا سمح الله، اللي سليم جدا اعرف ان ابنك مبدع. بالفطرة مبدع. نعم. لأن ليش عقله ونحن نقول قرطاس جديد. نعم. مقرطص. نعم. فأنت كيف تكيفه. هو عقله خياله جدا واسع. أصلا أساس الإبداع شو؟ الخيال. نعم. فنحن لازم نركز على هذا الموضوع أن ابني عنده خيال واسع. ففي بعض الأولياء أمور يظن أن الولد لما يتكلم بشكل يعني مبالغ فيه يقول هذا يكذب. وما يكذب، هو عنده خيال واسع. نعم. يقول لك أنا شفت كذا وشفت كذا، هو يتخيل. نعم. أن هذا المفروض هذا المكان يصير هذا الشيء. يقول لك أنا رحت حديقة الحيوانات حصلت لعبة كبيرة. يقول لك كيف حديقة الحيوانات ما فيها لعبة. بس هو يتخيل ليش ما يكون لعبة في حديقة الحيوانات. هذا كذي هو يبي يعبر. بس ما عارف كيف طريقة التعبير. فنحن نتهم أنت تكذب وأنت اسكت اسكت. أيه. فما يقدر يعبر. أيه. أو تحاول تصحح له المعلومة. أيوة. لا يا حبيبي ترى ما فيها ألعاب هو مثلا. أيه. أيوة. لكن أيه. هني لازم يعرف أن هذه المعلومات وين يدرسها لولي الأمر. هذا مشكلتنا، يعني ما يعرف لا قرأ ولا درس في المدرسة ولا حاجة. لازم يعرف أسرار الطفل اللي موجود معه. يعرف ان ابنه مبدع، كنز هذا في البيت. كيف انا استغله، كيف اطوره، هذا يحتاج الى يعني برنامج كذا. فان شاء الله احنا في يعني كذا حلقه ان شاء الله هذا موضوعنا بنركز على التفكير. فبناخذ كل مره مهاره. ممتاز. وكيف يطورها. طبعا احنا عندنا ثلاث اساليب دائما حتى بناخذها كامثله، اللي هي اساليب حركيه، في اساليب لفظيه، في اساليب شكليه. أنا باخذ نمي التفكير ممتاز. فيها ممتاز. باخذ ثلاث أساليب من عندك بعد إذنك، بس بعد مجموعة من الاتصالات. إحنا بنقول اتصالات إلا حلت. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. يا مرحبا، مين معاي؟ معك جميلة الراشدية من المصيرة. تفضلي يا جميلة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا صراحة عندي ولد تقريبا عمره 14 سنة. لاحظت فيه من صغره إنه يحب الحيوانات. عنده هواية عن الحيوانات، يجمع معلومات الحيوانات، يبحث عنهم. حلو. حتى في يبحث في الانترنت. يعني يحب كثير 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 الحيوانات. من حشرات ومن حيوانات كامل يعني. ممتاز. حلو. زين، فأنا بس أدور له مكان إذا في السلطنة. بحيث أن أنمي له الموهبة، بحيث أن يكون مفيد إن شاء الله للدولة ومفيد لنفسه. ما شاء الله عليك، أحييك يا جميلة. الله يخلي لك. يا شو اسمه الولد بس ما شاء الله؟ اسمه إبراهيم مالك الراشدي. ربي يخلي لك أمي إن شاء الله، وإن شاء الله تفرح. أنا ما واجد يعني شاطر في الدراسة، لكن أي شيء هذا الموضوع بالحيوان، أي شيء بيختص بالحيوانات بيبحث عنه حتى في الإنترنت وبيجيب المعلومات. حلو. وعنده معلومات كبيرة جدا ما شاء الله عن الحيوانات. ما شاء الله ما شاء الله، ربي يخلي لك إياه. جميلة، ما عليك أمر، خليك في غرفة التحكم بس وتحطين رقمك بعد إذنك هناك إن شاء الله. مشكورة كثير يا جميلة، تسلمي. العفو. تسلمي. نموذج اتصال ثاني، نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مين معاي؟ معك محسن التوفي. حياك الله يا محسن، تفضل. بغيت احيي الضيف اللي عندك واشكره على هذه الاشاره. تسلم يا محسن. بخصوص الموهبه يعني او اللي الموهبه اللي توجد في مرحله الدراسه ايضا. اضرب لك مثلا، عندي ولد ما شاء الله عنده قدره في اصلاح مثلا في اصلاح الدراجات الهوائيه. نعم. فبغيت اربط بين هوايته هذه وفتره وبين المدرسه او بين تقسيم الوقت للهويه هذه. ممتاز. او الهوايه اللي يمارسها وبين فتره الدراسه يعني. ممتاز ممتاز. فما راي المدرب يعني، ما هي الاوقات وكيف تنمي هذه القدرات هذا ان شاء الله الطالب يعني. واصله الصوره. شكرا يا محسن واشكرك كذلك على حرصك. في اتصال ولا ناخذ الاجابات؟ أنا أفضل ناخذ الإجابات بعدين ناخذ الاتصالات بعد إذنكم، بس عشان الوقت عندنا.
أم إبراهيم ما شاء الله ولدها عمره 14 سنة عنده شغف مش طبيعي بالحيوانات والحشرات، ولازم اللي حلو أي شيء ممكن كتاب أو معلومة تلقاه يقراها بحرص ويبحث في الإنترنت، وعنده اهتمام يمكن في الدراسة مو زي ما تفضلت مو ذاك الزود، ولكن في هذا المجال لأنه مثير، هذا صحيح. هو مثير بالنسبة المدرسة منهج كتاب، أنا مش ضد الدراسة معلش ممكن بعبر عن شيء شخصي، ترى احنا يعني مراحل سنية حتى لما نوصل كبار ويصير أباء ويصير عنده أبناء، ولكن لما يكون المصدر هذا اللي قاعد نستقى منه غير مثير غير مجدي إيقاع رتيب أكيد ما بهتم. إيش وجهة نظرك؟ هي قاعد تدور عن مكان أو ممتاز ممكن أشوف دائما أنا أقول أنا كما قلنا في الإبداع 2% ناس تولد مبدعين، نعم. شوف في 2% هذا ما ممكن يصلح تفوق ما يتفوق دراسيا أبدا، نعم. لاحظ 2% لو مهما عملت فيه ممكن هذا 2% اللي هو يعني فاشل دراسيا ممكن يكون مبدع أو يكون موهوب عنده موهبة معينة ممكن يعني رب هذا كذي أعطاه إياه، ليش؟ على أساس أنه هذا أداة لا يستخدمها في حياته، ما تفوق دراسيا ممكن في الحياة جدا يتفوق، نعم. ممكن عنده قدرات حسابية عنده بحث عنده واو كذا، نعم. شبيه نفس هذا المثال اللي جاني تبع حيوان، جاني طفل نفس العمر تقريبا، نعم. أو 10 سنوات عنده شغف بالفضاء يعرف معلومات أكثر عني وعنك، ما شاء الله. فضاء يعني يحب المجهر يحب يطلع كذا، فشوف هذا هني حب الاستكشاف، أنا لازم أزرع في ابني هذا الشيء قبل يعني 14 هو عنده بروحه يعني شيء ذاتي، لأن دائما التعلم ذاتي هو اللي يصنع أحد أساليب صناعة الإبداع، نعم. فعلا لأن يعني لما يبحث عن الحيوانات كل أشياء يعني يبحث عن صغير وكبير هذا جدا ممتاز، راح يكون كو عنده معلومات ممكن يعني حتى أنا متأكد 100% لو تعطيه رسمة يرسم لك حيوانات، صحيح. لما تعطيه الطين بيرسم لك حيوانات، لأنه ليش عنده شغف كثير، فممكن يجيب معلومات ممكن يكتشف حاجات جديدة ممكن يكون طبيب غدا، لكن طبيب حتى لو بيطري لكن يكون مبدع في هذا المجال في المجال أو الحياة أي مجال هو يحبه بالضبط. الأماكن اللي مثلا نحن يعني تنمي في هذا أيوة ما في عندنا احنا مراكز يعني مثلا تقول تأهل الطلبة المبدعين او كذا، هني على الام والاب لازم يحضروا البرامج التدريبية اللي تفيد كذا، او ان ما دار هو عمره 14 في برامج خارجية خارج الدولة في داخل البرامج الصيف، لكن الان نصيحة للاب والام يعني يبحثوا عن مكان المناسب في نادي الصيفي اني انمي موهبته انمي موهبته، اما انا اضيع وقته مثلا في السباحه اضيع وقته انه يعلموه انجليزي اضيع وقته في كذا، هو اصلا يعني بيتعلم هذاك الشيء، لكن اني انا يعني ما اقول له لا هذا ما منه فايده، بالعكس اهتم فيه ابحث عن النوادي الصيفيه القريبه منه تنمي فيه هذه الاشياء عنده. ممتاز محسن وحرص اب يقول انا ولدي ما شاء الله عليه في التركيب والتصليح، وهذه مرحلة ترى نمر فيها كلنا، وفي بعضهم يبدعون وفي بعضهم تكون مرور كرام، بس ما شاء الله على ولده انه لا هو متخصص وشكله الحارة كلها مستفيدة منه. ممتاز. فكيف ممكن هو يبغى يعطي ومو ضد هذا الموضوع، بس في نفس الوقت ان الجانب الدراسة والعلم هو حرص الآباء أن يبغون عيالهم كذلك يكون متفوقين في الدراسة. هذا احنا الهم الأكبر لازم يكون الولد يحصل على شهادة. لا تعرف الثقافة صارت عندنا الشهادة والعالم صار شهادات بدون شهادة ما بتقدر تتوفق عشان الوظيفة وبتكون رب أسرة، هذه الثقافة اللي احنا محتاجة. ممتاز. الله يعين عليك. هذه نصيحة لأم إبراهيم وللأخ شخصين، هم ذيلا يعني مفروض أبنائهم يبرزوهم في المجتمع. يعني أنا ما حصلت والله مكان يتبنى وما حصلت مكان ينمي موهبته، خله هو يعلم الآخرين، خله هو يبرز وش سوى خلال 4 سنوات أو 3 سنوات، نعم. للآخرين. يروح هو أنت أعرض للنادي الصيفي يقول أنا عندي ابن كذا كذا ممكن يفيدكم في هذا البرنامج، يعني يكون مبادر فيه. أيوة هو مبادر يقدم، ليش؟ هني يعطي الثقة للابن فعلا إبداع برز، لأن أنا كثيرين من الناس اللي قابلناهم مبدعين يجيك كبير يقول لك انا مبدع بس للاسف ما حاصل ومحصل مكان لي. لو تتخيل يقولوا لي عاصفه من الاتصالات يا محمود والوقت انا عندي محصور، يا ليت اسمع الاسئله والاسم بعجاله. مرحبا السلام عليكم، اعذرني على المقاطعه يا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، مين معاي؟ فاطمه. تفضلي يا فاطمه، سؤالك. انا عندي اخت يعني كلها تبكي. تبكي وليه؟ يعني تعشق البكاء غير شكل يعني. هذا جانب ثاني. زين. بس كذا. بس في سبب ولا بس كذا بدون سبب؟ بس كذا بس تعشق على كل حاجة تبكي يعني. زين يا فاطمة إن شاء الله سلامات، لازم يكون في سبب أو هي شايفة في أداء
ممكن تكون ممثلة في المستقبل، ما تدري يا فاطمة. شكرا شكرا يا فاطمة. عموما اتصال جديد أيضا، نقول مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا، مين معاي؟ مرحبا، معكم سالم. تفضل يا أم سالم. طال عمرك، عندي ولد زين في الثاني عشر، يحب ما شاء الله عليه الإلكترونيات، يعني شيء متعلق باللابتوب بالتليفونات الهواتف ما شاء الله عليه يعني. يحب، فما أريد يعني يقضي كل وقته يعني، هو غالبية وقته يقضيها بالأشياء فما أريد يعني بالأشياء، فمو الطريقة اللي ينصحني بها للزميل اللي عندك عشان اتخذها، وخاصة أنه في صف ثاني عشر وعنق الزجاجة وشهادة اللي من خلالها بيدخل الجامعة وما بيدخل الجامعة. حاضري حاضري يا أم سالم. وإيش بعد؟ وعندي الطفل نفس الشيء في الصف التاسع، فما يحب العكس، ما يحب هذه الأشياء. أي نعم. أيوة. فعندي بعد مشكلة يعني ما بينهم، عندما أقول لهم قوموا راجعوا، قوموا انتبهوا لدراستكم، يعني شوفوا واجباتكم، شوفوا طلباتكم، فهم شو يسووا؟ يقولوا إحنا الكبير ما يراجع، فأنا ليش راجع؟ كردة فعل. فهذا يعني أنا عارف يعني طريقتهم من تلميذ يعني من طالب لطالب، يعني مستوى يختلف من طالب لطالب. كلام سليم. أنا ما أبغى يعني أشوف النظرة يعني أخوي الصغير يشوف نظرة أخوي الكبير. ممتاز. ما شاء الله عليه للصف التاسع. يعني هو صحيح انه ما ينتبه واجد دروسه في البيت، يعني ما واجد يراجع وكذا يحضر، بس ما شاء الله عليه يعني نبي. فاهم في الحصة. ممتاز. أم سالم أشكرك كثير. آخر اتصال وبعجالة جدا 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 لأن أنا ما عندي وقت. يا ليت مين معي بس. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا، يا ليت بسرعة السؤال ومين معي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أم سلمة. تفضلي يا أم سلمة، سؤالك أم سلمة. معي طفلتين، سلمى صف خامس وروضة في دمهدين. سلمى تحب الإلكترونيات واجد يعني، مبدعة فيهم بشكل كبير يعني، ما شاء الله يعني في دراستها نفس الشيء يعني، واجد يعني متفوقة وش اسمه. بس أريد نصيحة عشان أوجهها، عشان يعني في المجالين الإلكترونيات والدراسة. بنت الأصفر تمهيدي واجد يعني واجد خيالها كبير وواسع عمرها، وتجيب يعني شو اسمه أشياء تألفهم، اللي يسمعها يظن إنها صدق يعني الكلام اللي تقوله، ونفس الشيء تحب دراسته وتحب تحفظ القرآن. فأرجو من الأخ إني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا يا أم سلمة، تسلمين. دقيقة، كيف ممكن ترد علينا على أم سلمة؟ أم على السريع. بالنسبة للمجمل يعني الإلكترونيات وكذا، بالعكس إنه عزز كما قال أخونا محمد في خواطر الظلام، قال اللي عنده موهبة يستمر فيها. كما الشهادة إنه بيشتغل بفلوس، نفس الشيء الموهبة والإبداع ممكن يشتغل بفلوس. كل الطرق تؤدي إلى روما. بنفس الطريق ممكن تأتي مكسب مبلغ، بس خليك ذكي كيف إني أنا أكسب هذا الإبن. أما بالنسبة للولد اللي ثاني عشر، هني بالذكاء إنه كيف يستخدم أسلوب معه. أنت في ثاني عشر الآن، ركز في الشيء اللي تحصل، نقول صاحب بالين كذاب. فأنت خليك الحين مركز في دراسة، هذا الموهبة راح تحصله، راح تنميه في الجامعة، ممكن تكون مصمم، ممكن تكون كذا يعني استغله. وأنا مستعد مثلا إنه في الصيف ان خليك مثلا تفتح دورات متخصصة. أيوة بهذا الطريقة. ممتاز. انك انت الحين ركز في الشيء تبا. نفس بالنسبة للاطفال هناك، ان انا كما اقول دائما الدورات ثم الدورات ثم الدورات. ممتاز. عشان يعرفوا كيف الطرق والاساليب. انا ما انسى كلمتك، التدريب ثم تدريب. ايوه فعلا، ان شاء الله المرات القادمة راح نقدم المهارات ان شاء الله. احنا بناخذ التفاصيل وايضا كمل الاتصالات، وانا بالفعل لكن خلص الوقت زي ما يقولون، الوقت الحلو بسرعة يخلص. شكرا لك محمود، نورتنا ويعطيك العافية، والله يزيد ان شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. ان شاء الله احنا نشوفكم على الخير والعافية. موعدنا بكرة في مواضيع جديدة وفقرات جديدة. السلام عليكم. مع السلامة.